السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. أنا بعتذر جدا جدا لحضراتكم على انقطاع البث، رغم إن أنا قافل الاتصال، معرفش في تليفون كده واحد صعيدي ما شاء الله ربنا يبارك له، وأنا بحب أهل الصعيد، فيعني معرفش إزاي فلتت المكالمة رغم إن قافل خاصية الاتصال. يعني للأسف الاتصال هو اللي بيقطع البث المباشر، فللأسف طبعا يعني قطع البث وقطع الحوار الجميل اللي كنا شغالين مع بعض. فانا بعتذر لحضراتكم، وهضطر طبعا ان انا مش هقدر اتواصل تاني، لان طبعا قعدنا ساعتين ونص تقريبا بس مباشر، ما اعرفش ازاي يعني المهندس هاني ما استحملش يعني. فطبعا يعني انا مش عايز اطول عليكم، بس سامحوني لو حد سأل سؤال وانا ما جاوبتش، ارجو تسامحونا يعني ان شاء الله. وفي انتظار استفساراتكم واسئلتكم، ابعتوا لنا على الماسنجر. اهلا يا استاذ علي، ابعتوا لنا على الماسنجر، ابعتوا لنا على الارقام اللي موجوده في التعليقات. عاصم بس ممكن يحط برضو الارقام تاني لو في اي حاجه، ان شاء الله تواصلوا معانا. ما احنا الحاجات اللي اتكلمنا فيها النهارده سريعا، اتكلمنا في عن معرض التجاره الالكترونيه والمعارض اللي موجوده في الصين اللي يقدر يحضر. عندنا اتكلمنا عن الدوره التدريبيه اللي تبدا يوم 23 ان شاء الله، الدوره التدريبيه كايفا، برنامج التدريب اللي انا بعمله هنا في الصين في جوانجو، برنامج تدريبي نظري عملي تطبيقي، الناس بتتعرف على قواعد الاستيراد وقواعد التعاقدات وانواع التجاره العالميه. اهلا طبعا، انا معانا دكتور محمد الهنداوي، ده شرف ليا يعني. الدكتور محمد الهنداوي هو دكتور بيحضر لي في الماجستير. دكتور محمد، ازاي سيادتك؟ يا رب دايما تكون بخير. يعني انا اذا انا في خير، في يعني اتعلمت شويه تسويق، فده من على ايد سيادتك يا دكتور. دكتور محمد الهنداوي، استاذ دكتور محمد، ده عميد كليه تجاره جامعه المنصوره، فيعني شرف ليا طبعا. وهو يعني انا من اتشرف ان انا اتعلمت على يديك يا دكتور محمد في الماجستير، طبعا ماجستير اداره الاعمال. ايضا اتكلمنا عن ما كان معانا باشمهندس هاني طلعت، وهو احد افراد فريق شركه اسما وفريق سمارت هنا مكتب الصين، واتكلمنا عن ما كل ما يتعلق. يا ريت يا محمد يا طاروتي او الناس الموجوده تحط ارقام التواصل، بس لو حد عايز ارقام التواصل، بحيث اتكلمنا على كل ما يتعلق بخطوط الانتاج والماكينات ومكن الطباعه والبرينتينج والسي ان سي ومكن الليزر ومكن اليو في، كل ده ان شاء الله البث اسبوع يا فندم. والله حاضر يا استاذ احمد، ده في انا عايز اقول لك، في ناس كلمتني يا هيثم احنا مش قاعدين تعبانين، البث يعني. حاضر يا استاذ احمد، ده شرف ليا. كل جمعة لقائنا كل جمعة الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 2:30 بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت الصين. طبعا دلوقتي الساعة 10:30 بتوقيت الصين مساء دلوقتي، أنا بكلمكم في المكتب يعني. أحسن مشروع تعمله في دبي يا أستاذ أبو مازن تصنيع، تعمل مشروع صناعي، بس تاخد بالك وتحاذر كويس جدا، أو اللي هو إعادة البيع، تشتري وتبيع، يعني ده شغل كويس في دبي. أصل دبي دي أنا ما رحتهاش قبل كده، فمش هقدر أفيد في حاجة أنا ما كنتش موجود فيها صدقني، لكن في مصر الدنيا شغالة كويس قوي، في مصر الدنيا شغالة كويس. اتكلمنا عن اكسسوارات النجارة والألمونتال، ودي حاجة يعني شغال فيها، احنا عندنا شوروم خاصة بتاعتنا فيه، خاصة باكسسوارات النجارة، المجرة دي بتاعتنا في المصنع هنا، بنصنعها هنا في الصين. اسمها ايه، اليد والهندل بتاعت الادراج، سواء الخفيفه او الصب المليانه المفصله بتاعت الادراج. والله والله يا محمد يا صلاح سامحني، والله يعني النت هنا صعب جدا بالمناسبه في جوانجو، يعني النت صعب جدا، مش النت، النت على فكره مش النت عشان اخش فيك شمال. بصوا مفيش مقارنه بين النت اللي عندكم في مصر ربنا يعينكم ماشي، والنت هنا في الصين، لان النت هنا 5G بصراحه. انا عندي في المكتب هنا 5G، النت عندي الحمد لله 5، ها 5 خمسه وخميسه، عشان بس ايه ربنا يسترها ماشي، خمسه وخميسه يعني. ما هو انا قلت له كده والله يا احمد يا عباس، يعني الموتوسيكلات مش كويسه، يعني استيراد القماش شغال، لازم يكون عندك مصنع، يعني المقابض شغاله كويس جدا. ربنا يخليكوا يا رب. موضوعنا باسرع وقت، استاذ احمد رمضان ابو هيبه. حاضر حاضر يا حبيبي يا استاذ احمد حبيبي، هنعمل ايه بس، الواد المورد ابن الرافه دي خير ان شاء الله. حاضر حاضر يا حاج احمد يا غالي. محمد انور والله بدا يشوف مصنع تاني على طول دلوقتي، يعني خدنا اكشن على طول الحمد لله، ما تقلقش يعني ان شاء الله.
اتكلمنا ايه تاني؟ اتكلمنا عن موضوع ال اس ال، الشحن الجزئي للسخنه، عندنا شحن جزئي شغال. ايه هاني ده الناس كلها جت تاني يا هاني، وبعدين احنا عايزين نروح يا جماعه الساعه 10 ونص، هاني تعب فيص خالص يعني. اكسسوار السيارات شغاله، انتوا كده هتخلونا والله هنكمل البث، ربنا يهدي بالكم بس والله. يا نهار ابيض، لحظه واحده بقى نحط الموبايل، مش عارف نعمل ايه بس والله يعني الموضوع كده هي لحظه واحده بس اربط. انا اسف جدا، انا اسف انا اسف. ما انا هعمل ايه بقى، انتوا يعني هتطولوا معانا شكلكم ومش هتخلونا نروح، صح كده؟ مش هتخلونا نروح. طب ايه تاني اسئله سريعا كده؟ مشروع يتعمل في اوروبا مع العلم ان هنا العرب بيشتغلوا في سوبر ماركتات وبيكون بضاعه عربيه كلها من مصر. اقول لك يا استاذ احمد عادل، استاذ احمد عادل هقول لك على فكره بنت لذينه. عارف تعمل ايه يا استاذ احمد عادل في اوروبا بقى؟ هقول لك تعمل ايه. تجيب مواد خام هنا من الصين وتصنع في اوروبا، تجيب مكون 45% من هنا من الصين وعندك 55% وتعمل تصنع وتدي منشا اوروبي. اي خدمه تنزل على الدول العربيه منشا اوروبي، خدمه يعني. اهو شوف انا يعني كده ظبطت معاك المسائل، ربنا يكرمك يعني. او ان انت يعني تاخد من هنا لاوروبا، يعني حاول تستورد، مش حاول تشارك حد في الدوله اللي انت فيها من اهل البلد، يعني لو ايطاليا ايطالي، لو المانيا الماني، لو فرنسا فرنساوي، ولا هم شطار طبعا في التجاره اكيد. في مصر براس مال 800,000 جنيه استاذ علاء الدليل. استاذ علاء اشتغل في حاجه انت فاهم فيها كويس قوي، حاول تصنع حاجه انت فاهم فيها كويس قوي، ربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله يعني. دي اللي انا اقدر انصح بيه كويس يعني. ايه رايك في مينا السخنه؟ ربنا يهديهم يا رب كده يعني، الناس كلها متضرره والعملاء بتوعي متضررين يعني. انا انصح يعني في هذه اللحظه لو انت هتشحن كمان كام يوم ما تشحنش على السخنه حاويات، هات على اسكندريه او دمياط او بورسعيد يعني، يا ريت يا ريت لحد ما المشكله تتحل، ان في مشكله دلوقتي. كماليات السيارات ما فيش اي مشكله خالص يا محمد يا سعيد ابراهيم، احنا متخصصين في قطع غيار وكماليات واكسسوارات السيارات، كلمنا على الخاص ان شاء الله باذن الله. القله اهي، ما اقدرش القله، ما بيسالني على القله. تكاليف خط الليد يا استاذ اسماعيل من 30,000 دولار وانت طالع، 30,000 دولار وانت طالع، عشان اقول لك، لان هو خط الانتاج بيبقى في البورده والليدات، هو ده اللي خط الانتاج. لكن بقيه الحاجات انت بتجيبها من بره، الهاوسنج، البلاستيك الكفر، الدوايا، السلكتين، المكثفات، كل دول بتشتريهم جاهزين. انت اللي بتصنعه بس التركيب الليد ده، نقر الدل او تثبيت الليد ده على البورده بتاعت الايه؟ بتاعت اللمبه الليد يعني، وده شغل كويس. بالمناسبه يا استاذ احمد اسماعيل، استاذ اسماعيل ابراهيم، واي حد شغال في الليد، انا قلت قبل كده عندي عميل في مصر، الراجل ده حد انا او الحد ده انا اعرفه كويس واثق فيه. ما شاء الله بيوزع كويس جدا، بس عنده شورتج في السيوله شويه فبيخليه ياخر الدوره الاستيراديه. فلو حد يعني عايز يتعرف عليه يبلغني وانا اخليه يتعرف عليه، وحد يعني كويس انا اثق فيه ان شاء الله، بيتعامل معايا بقاله 3 سنين، وحد ان شاء الله نحسبه على خير ولا نزكيه على الله. وانا لا اتحمل اي برضو يعني اي حاجات شراكه مع اي اتنين بصفه عامه، انا مجرد بعرف الناس على بعضيها، وربنا يوفقكم كل واحد يامن حاجته كويس جدا جدا يعني. اقدر اتواصل معاكم في المكتب استاذ احمد مبروك، محمد يا طاروتي والشباب عاصم يحطوا البيانات، الكونتاكت موجود ان شاء الله، اتواصل معاك يا استاذ احمد ما تقلقش ان شاء الله. اتواب القماش لازم تخش على مصنع يا استاذ صابر، وممكن بعض المخلصين بيدخلوها على بطاقه استيراديه، بس كلمنا برضو نشوف لك المستخلص بتاعنا. مكن تدوير الالومنيوم والبلاستيك ده، مكن موضوع مكن التدوير شغال كويس جدا. انت تعبت يعني فيصت، انت مش قادر تيجي ها؟ امال اعمل ايه بقى اللي قعد 3 ساعات في البث؟ يعني محمد الطاروتي حتى التواصل، ربنا يصلح حالك، انا عندي ثقه فيك كبيره، نفسي تشوف لي موضوع دخول ادوات منزليه مصر. والله هو بتخش يا استاذ احمد عبد القوي بتخش، بس ده موال. انا يعني انا والله يعني تعبت فيه يعني، انا الحاجات دي متعبه جدا. انا يعني كلمني يا استاذ احمد حاضر، وانا هحاول اديك تليفونات بعض الناس اللي مسجله مصنع وتدخل عليهم يعني ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ما اقدرش والله، انا مش بتاخر على حد في حاجه. تواصلت مع مورد من الصين لاستيراد مكن لتصنيع لوحات كهربائيه، وبعت لي العرض سي اف في مصر 17 دولار، ايه التكلفه التربيه لحد ما توصل لي ارض المصنع؟ انت فاضل لك كده اذن التسليم، مصاريف التفريغ يعني يا استاذ ايمن، والجمرك، الجمرك ما دام مكن وجاي على مصنع هتاخد 5 و5، 5% جمارك و5% ضريبه مبيعات لو انت
المكن وجايبه على مصنع بس كده، ومصاريف النسريات التخليص والنقل والكلام ده يعني ان شاء الله. يعني بعيدا عن قيمة الجمرك، انت لو 17000، لو الفاتورة هتتعمل ب $17000 تقدمها للجمرك، الفاتورة يعني انت هتاخد 10% من ال 17000، يعني حوالي $1700 ماشي، زائد بقى المصاريف قلت لك عليها ان شاء الله، مصاريف بسيطة ان شاء الله بإذن الله. افضل مشروع في دبي، انا جاوبت تاني، انا من دمياط والموضوع ده يهمني جدا. موضوع ايه بالظبط يا استاذ يوسف الجنايني؟ طب مشروع ايه في مصر كويس وانا ليس عندي؟ تاني يا جماعه، انا قلت في البث اللي فات هقول تاني افضل مشاريع من وجهة نظري اللي انا فاكرها كده من خلال الناس اللي يعني اللي انا رؤيتي وانا قاعد بروح مصر وقاعد في الصين. لو بتتكلم على في مشاريع تجاريه ومشاريع صناعيه، مشاريع تجاريه اكسسوار المحمول ده كويس جدا، حاجات الطباعة والإعلانات الطباعة والأوت دور والإندور والحاجات دي كويسة، القطع غيار وإكسسواراتها وكمالياتها كويسة، إكسسوارات النجارة والألمونتال والحاجات دي كويسة وأنا شغال فيها بالمناسبة، أنا نفسي شغال فيها، اللي عايز يشتغل معايا يقول لي مفيش مشكلة فيها خالص ماشي. إيه تاني عندنا؟ إيه تاني يا جماعة الخير؟ عندنا إيه تاني يا جماعة الخير؟ أنا عندي فكرة حلوة قوي، الناس بقى نخش في التصنيع. التصنيع بص، عندك موضوع الليد ده كويس، عندك ان انت تجيب حاجه اجزاء وتجمعها وتقفلها كويس شغاله كويس، عندك المكن بتاع الطباعه ده تصنيع يعتبر، ده شغل كويس جدا جدا باشمهندس هاني كان اتكلم فيه. عارفين الشغل الام دي اف؟ انا كنت قعدت مع صديق وشكر لي فيه جدا، بس ده عايز راس مال كابيتال ماني، ان انت تجيب الام دي اف وتقطعه او كده وتقفله في مصر، ده شغل كويس جدا بالمناسبة. ايه تاني يا باشمهندس هاني قلناه في انا قلت ايه تاني في الحاجات المشاريع الكويسة هو في انا مصر؟ عندي فكرة كويسة جدا، قول بسرعة تعالى. اي مجموعة شباب ممكن لو عندهم معاهم رأس مال في الفترة الجاية ممكن يشتركوا مع بعض ويعملوا مصنع صغير، وان شاء الله في خلال وقت قصير نعم هيقدروا يبقوا مصنع كبير ومحترم. يا رب، يا ربنا يوفق الجميع يا رب. اهلين مرحبا، اطلب لك شغل، لدى هندس في لدي مهندس في ميكانيكي، والله يعني ربنا سهل يا استاذه نجوى، والله استاذه نجوى ما نتاخرش، يعني ينفع استورد مكونات ساعات واجمعها في مصر من غير جمارك؟ المكونات دي لازم تيجي على مصنع يا استاذ عبده، مكونات يبقى تيجي على مصنع، يا اما تجيب قطع غيار، هتخش في قطع غيار. طبعا الافضل يا جماعه اللي يعرف ياخد رخصه تصنيع كويسه جدا. ليه؟ انت ما بتدفعش يعني، بيبقى الجمرك اقل طبعا، وتقدر تدخل حاجات التاجر ما بيعرفش يدخلها. يعني احنا عندنا انواع الاستيراد بسرعه كده، ثلاث انواع، اشهر ثلاث انواع في الاستيراد. استيراد من اجل التجاره الاتجار، واستيراد من اجل التصنيع، واستيراد من اجل الاستخدام الشخصي. اصعب واحد فيهم شويه الاستيراد من اجل التجاره، ده عليه الحكومه بتحب بتعلي الجمارك وبتعلي مش عارف ايه، وفي حاجات محظوره. هو دايما بيبقى كويس في حالة واحدة بس، لو رأس المال عالي. طبعا 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 يعني طبعا، او استيراد من اجل التصنيع، وده ما فيهوش ممنوع، اي حاجة بتدخلها. استيراد من اجل الاستخدام الشخصي برضو ما فيهوش ممنوع، بكل حاجة بتخش ما فيش مشاكل يعني، خدت بالك؟ فدي ميزة برضو، دي معلومة بقولها لحضراتكم. يعني محتاج ادوات كتابية من الصين بأبسط التكاليف يا سيادة السفير؟ يا باشا ده على الله، عايزها لفين بالظبط؟ لو لمصر مفيش مشكلة، بس يعني أهم حاجة يكون قيمة الأوردر عالية شوية. قيمة الأوردر بنتكلم مثلا $30000 وأنت طالع، ده رؤيتي يا جماعة الخير. يا جماعة ما حدش، أنت هتقول لي والله أنا معيش غير $5000، شوف حد يا سيدي، ما الناس كلها، أنتوا محتاجين الناس تربطوها ببعض، يعني خليك خش الجروبات اللي على الفيسبوك زي جروب مشروعك، مشروعي، فكرة لمشروعك، مش عارف إيه، فمشروعي مستقبلي، خش على الجروبات بتاعت المشاريع، هتلاقوا في ناس عايزه تعمل مشاريع ومش عارفه، اللي معاه خبره ومعهوش راس مال، واللي معاه راس مال ومعهوش خبره، واللي معاه راس مال وخبره ومعهوش تسويق، واللي معاه تسويق ومعهوش خبره راس مال. اجتمعوا كده مع بعض، ربنا يكرمكم ان شاء الله، انا تحت امركم ان شاء الله باذن الله، لن نبخل بشيء عنكم ان شاء الله. ينفع اشحنهم معاكم؟ المشكله انهم في تشينداو. والله يا استاذ محمد في الشنداو، يعني هتضطر تجيبهم لي على 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 جوانجو او شنزن واشحنهم من شنزن، لو ينفع تحت امرك واشحنهم لك ال سي ال وبوالس منفصله بتاعتك، وكده كده كلمنا برضو، يعني لو مش ينفع على السخنه ينفع عندنا، يعني عشان اشحنهم لك على السخنه لازم تبعتهم لي شنزن، لو عايزهم على اسكندريه ينفع اسكندريه مفيش مشكله اشحنهم لك من تشينداو عادي، بالمناسبه اسمها تشينداو
لكن عندنا في مصر بينطقوها كينج داو، وهي مش كده خالص. اسمها تشين داو، ماشي. في انا رحت تشين داو وطلعت جبل هناك، تسلقت جبل يعني هناك اسمه لاوشان، لاوشان ماونتين، وفي خرير الميه كده، الميه شلالات الميه نازله من الجبل كله خضره، والشلالات كده نازله وحاجه يعني كانت تحفه التحف يعني، ما شاء الله ربنا يكرمكم تيجوا، لازم تروح تشين داو دي يا اسم محمد وتطلع لاوشان ماونتين، يعني جبل لاوشان. تدين الامل في بكره موضوع كاميرات المراقبه. حبيبي يا بيست واي، اسمعني يا بيست واي، مين اللي حد عمل ايموشن انه متضايق؟ مين اللي متضايق؟ قول لي انت متضايق ايه وانا ارضيك، انا ما احبش ازعل حد ابدا. يا استاذ بيست واي، كاميرات المراقبه هذا مشروع ناجح، مشروع كويس جدا. وليه؟ لان انت عندك في مصر ده ابتدوا الحكومه اصلا، ده يعني في معظم الدول تعمموا على الشركات، معظم الدول اللي بتتقدم يعني تسعى للتقدم الموضوع ده بيتعمم، لازم يكون كاميرات مراقبه في الشوارع وفي المكاتب والشركات والمحلات والاماكن العامه والاماكن الخاصه. في مصر ابتدت قوانين تطلع بكده، فالفتره اللي جايه كل اللي هتلاقي كل اللي عايز ياخد ترخيص مصنع يقول له لازم تركب كاميرات، ترخيص شركه لازم يركب كاميرات، ترخيص محل لازم يركب كاميرات. فانت محتاج الايه الموضوع ده، الموضوع كويس يا بيست واي، اتوكل على الله فيه، بس جهز مبلغ والباشمهندس هاني موجود يظبط لك الموضوع ان شاء الله. محتاج مشروع ابدا بيه وانا مجالي بعيد عن تجاره، تنصحني بايه؟ استاذ محمد ابو فياض، اوعى تخش في مشروع لوحدك، اوعى تخش في مشروع انت ما تعرفش فيه. خش مشروع، دور على حد معاه خبره وحد معاه تسويق وانت خش براس المال. انا قلت اعمده اي مجال، اي مشروع تجاري صناعي اي حاجه، راس مال خبره وتسويق وبيع واداره طبعا. ماشي يا استاذ محمد حبيبي، ربنا يحفظك. ينفع استورد مكونات ساعات واجمعها في مصر غير جمارك؟ ما انا قلت لك جاوبتك يا حبيبي. يا حبيبي يا استاذ محمد نبيه، والله ما شفت رسالتك، سامحني، انا اسف ما شفتهاش والله. سؤال عن بطاريات سيارات الهابرد شحن الى السويد، ابعت لي كلمني يا استاذ عباس، بس الاوردر يكون فوق ال 30000 دولار، فوق ال 30000 دولار، اقل من كده مش هقدر اشتغل يا استاذ عباس. هو ينفع استورد مع تاني يا استاذ عبدو عيسى؟ ربنا يبارك لك يا رب. حاويات الاحذيه الاوروبيه بكميات كبيره، الاحذيه في مشاكل في دخولها يا استاذ اسماعيل، وارد نهائي، مسموح لك فقط توديها على بورسعيد منطقه حره فقط. اريد تليفون الراجل بتاع الليد اللي قلت عليه اشاركه لو سمحت. استاذ اسماعيل ابراهيم، ابعت لي على الماسنجر بعد اذنك او على الواتساب لو معاك رقمي، وانا ابعت لك رقم، ما عنديش مشكله ان شاء الله، تحت امرك. مكان اعاده التدوير موجود ومفيش مشكله فيه حبيبي، ربنا يخليك يا استاذ وليد اسماعيل. عايز اجي لك زياره الصين ونناقش في المشروع اللي هيكون في اوروبا، انا في السويد، تعال لي يا استاذ احمد، وانا اتمنى لو تقدر تاخد فيزا الصين، وانا اعتقد سهله جدا من عندك معاك اقامه، خد فيزا الصين دلوقتي وهات طياره وتعال لي على يوم 22/7 اليومين دول، هتحضر معايا الدوره يا استاذ احمد، هتستفيد استفادات جامه جدا جدا، وهيكون في معرض بتاع التجاره الالكترونيه وانت هتحتاجه جدا 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 من 21 ل 23. استاذ عادل، احمد عادل، حاول تاخد فيزا الصين من عندك، ابدا من يوم الاثنين، اعتقد هتاخد لها يومين ثلاثه، لو خدت الفيزا اقطع تذكره طيران من عندك من السويد لجوانزو، تعال لي احضر الدوره، الدوره قيمتها 1000 دولار تقريبا او 1100 دولار حاجه زي كده، منها ما شاء الله يعني هتستفيد جدا 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 نظري وعملي، وتعمل بيزنس ان شاء الله، اوعدك تعمل بيزنس. وانا بضيف حاجه للاستاذ احمد، احنا برضو ممكن نعمل تجاره مشتركه بين مكتبنا هنا في الصين وبين مكان حضرتك في السويد، ممكن نستغل مكان حضرتك ونعمل تجاره، مفيش مشكله يعني، مفيش مشكله ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يعني. كيف حالك اخي؟ ايه معلوماتك عن تصنيع العطور بالصين؟ شادي ويستمان، انا عندي هنا مكتب يعني برضو تبعي، ده خاص بالعطور وبزجاجات العطور. استاذ شادي لو في جديه في الموضوع تواصل معانا، وتحت امرك يعني ان شاء الله باذن الله، لو في جديه في الامر العطور وزجاجات العطور كمان. تمام. انا اصلا عندي محل وفيه قماش، بس انا بجيب من المصانع في مصر في اكتوبر العاشر، عايز استاذ صابر لو يا ريت امشي في مصنع وهات قماش وصنع وخيط، ساعتها هتستفيد جامد جدا ان شاء الله باذن الله.
محتاج ادوات كتابيه باقل التكاليف. انا قلت لك يا استاذ عماد حبيبي ربنا يحفظك، المطلوب في مصر محتاج افتح قطع غيار الشاحنات تخصص مرسيدس، مع العلم انا مدير تسويق في السعوديه في نفس المجال. استاذ محمد برجيسي ده مشروع مهم، مشروع 100 100 100 100 مشروع كويس انا جداً. يعني انا عندي مستوردين في مصر الحمد لله، انا شغال مع واحد من اكبر مستوردي قطع غيار المرسيدس النقل بتاع في مصر، ماشي؟ فما عنديش اي مشكله، ان شاء الله عندنا خبره قويه جدا. انا كنت عايز اضيف حاجه يا استاذ هيثم، يا جماعه بالنسبه للشغل المقاولات اللي شغال في مصر دلوقتي، كل قطع غيار الشاحنات هيشتغل كويس، لان انت عندك كميه مشاريع مستغله كميه شاحنات وقطع غيار معدات تقيله بنسبه كبيره جدا. الكلادنج مطلوب جدا، لان كل واجهات العاصمه الاداريه الجديده والمودرن اللي حواليها ده كلها مصممه ان هي تتعمل كلادنج، لان هي في منطقه صحراويه. بص يا جماعه من الاخر، السعوديه نفس النظام، لان هناك واجهات المباني دلوقتي في اتجاه ان هم يعمموها بشكل عام، ان كل الواجهات تبقى كلادنج، بيبعد عن مشاكل الدهان، وفي نفس الوقت عشان طبيعه الارض وطبيعه التراب والعفار، فالكلادنج اللايف تايم بتاعه عالي جدا. معلش بقى اطفلي تكييف التيتو ده عشان انا كده هيجي لي برد، مش ناقصه يعني، انا كان عندي مغص واسهال، مش على اللايف على الهواء قدام الناس. والله العظيم تعبت النهارده يا جماعه، والله العظيم تعبت جامد جدا، مغص رهيب جدا جدا، ما اعرفش من التكييف ولا ايه. عايز بس اقول حاجه يا جماعه الخير، موضوع العاصمه الاداريه دي ده ساحب كميات سحب في كل حاجه. شوف بص، شوف العاصمه الاداريه دي بتحتاج ايه واشتغل فيه، لانها سحبه سحب ابن لذينه رهيب جدا 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 يعني. فموضوع الاستاذ احمد محمد برجيسي قطع غيار الشاحنات ده كويس جدا، مجال كويس ما شاء الله ربنا يوفقك فيه. انواع وموديلات ماكينات طباعه المنسوجات، اتفضل. هو حضرتك عندك نوعين من الطباعه، في الطباعه اللي هي على اللارج كوانتيتي. باشمهندس هاني، باشمهندس هاني احد افراد التيم الفريق عندنا في مكتب الصين، والمتخصص في المكن وخطوط الانتاج، لو عايزين اي اسئله في اي مكنه وخط انتاج، وخاصه ما شاء الله يعني الحاجات الخاصه بالطباعه والسي ان سي. طباعه والسي ان سي بالنسبه لطباعه المنسوجات، كمل بقى لما اخش ال يا استاذ جمال. بالنسبه لطباعه المنسوجات فقديم في نوعين من الطباعه، في خط انتاج ده بيتكلم في طباعه الاتواب الكبيره جدا، ودي طبعا محتاج لو حضرتك محتاج طاقه انتاجيه عاليه، وفي الطباعه اللي هي الرول تو رول سبليميشن، ودي فيها ميزه ان انت بتقدر تغير التصميم في اي وقت من غير ما تعمل لا سلندر ولا درافيل ولا تكلفه الحاجات دي، انت بتقدر تعملها، وده مجال مهم جدا كمان في طباعه الستاير والحاجات الخاصه بالفنادق والحاجات الخاصه بالشركات. انت تقدر تعمل لكل شركه البراند الخاص بتاعها، سواء على اطباق الفنادق لا تقدر تطبع على المفارش الخاصه بيها والملايات والستاير، ده مكان محترم جدا بيقدم سيرفيس كويسه جدا وسعره كويس. بالنسبه للاستاذ ابو علاء، جميع اكسسوارات الموبيليا موجوده، واستاذ هيثم كان نبه على حضراتكم ان موجود شوروم هنا موجوده فيها جميع المنتجات وباسعار منافسه جدا، لو حد عايز اي حاجه في اكسسوارات الموبيليا هي متوفره ان شاء الله وباسعار كويسه جدا وبجوده عاليه. عدت اليكم يا شباب، يا مرحبا. موارد موارد بعتت لي مستندات من الصين على الايميل، بس ما اناش عارف افتح المستندات عشان باللغه الصينيه. افيدنا. لا مفيش حاجه اسمها يا استاذ ماريو مورد يعني ايه مش باللغه الصينيه، يعني ايه كلام مش مظبوط، المستندات لازم تكون بالانجليزي يا باشا. انت عندك اربع مستندات لاي شحنه، الفاتوره اللي هي الانفويس كوميرشال انفويس، والباكينج ليست اللي هي بيان العبوه، وشهاده المنشا اللي هي سيرتيفيكيت اوف اوريجن، والبوليست الشحن اللي هي البيل اوف ليدنج. اربع مستندات لازم يكون باعتهم لك صور منهم تراجعهم. ومين تراجعهم مع مين بقى يا استاذ ماريو؟ تراجعهم مع المستخلص بتاعك، المستخلص اللي يقول لك امين على الاربع مستندات مش انت، وبعد ما يقول لك امين تقول له اتفضل ايه اختمهم لي. خد بالك المنشا لازم تتوثق من السفاره المصريه، اي شحنه وارد لمصر لو انت جايب على سجل تجاري، قصدي على بطاقه استيراديه، قصدي لازم المنشا تتوثق من السفاره المصريه من اي بلد مش الصين بس، ربنا يحفظك يا رب. ايه رايك يا كبير في مصنع كراسي وكشكول؟ كراس وكشكول، كراس وكشكول ومعداته، ممكن يكلف كام من عندك؟ والله يا استاذ قصر الهامور
طبعا حاجات بتصنع في مصر كويس جدا، فاعتقد كويسه طبعا لان مش بتستورد، فدي صناعه مصريه واحنا عندنا الاستهلاك ده شغال كويس جدا. لو عندك توزيع يا استاذ قصر الهامور شغال، اتوكل على الله. بيس. التكلفه كام بقى؟ ده لا ده انت محتاج بقى تدفع $500 تحت الحساب، واخد بالك؟ ديبوزيت يعني دي كده، مش مكنه واحده، انت اللي انت محتاج خط انتاج، خد مكنه خط انتاج، محتاج مكنه مقص وبتاع ومش عارف ايه، انت محتاج مكنه طباعه ومحتاج مقص وخط تجميع تدبيس وخط تغليف وكل الحاجات دي حضرتك محتاجها. فالموضوع فيه تفاصيل جدا، تفاصيل كتيره، فلازم ان انت يعني ايه يعني يكون فيها تفاصيل يعني. الدوره تاني اللي بيسال المعلومات، دوره في الدوره بتاعه 22 23 7، دوره بتبدا صباح 23 7 ان شاء الله، اللي ان شاء الله يعني واخد قرار بكره يودي جواز السفر المكتب عندنا عشان نقدمه الساعه 8 الصبح في السفاره الصينيه، ياخد له 4 ايام، حد 2 3 4 ناخده الخميس، يسافر ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان شاء الله. فدي الدوره هي $1,100، كان في 10% بس، اعتقد ممكن تكون فتره الخصم خلصت، يعني ممكن تتواصلوا مع الاستاذه مروه او بس حد يبعت لنا على الماسنجر او يسيب رقم ويقول انا عايز حد يكلمني بخصوص الدوره، هلاقي الاستاذه مروه بتكلمه على طول ان شاء الله. ده الدوره التدريبيه، البرنامج التدريبي كايفا اللي بيتعمل هنا في جوانجو ان شاء الله، الدوره يوم 22/7 او 23/7 ان شاء الله باذن الله. لو محتاج اشتغل في النجف الصيني ومحتاج كام عشان ابدا بكونتينر مصرفي جمارك؟ استاذ محمد، القيمه قلنا قبل كده ان النجف الصيني اي نجف كامل مش هينفع يخش مصر، لازم يخش على مصنع ومستلزمات انتاج، او تجيبه قطع خيار، تجيب المؤاخذه النجفه وتقطعها خمس ست حتت وتدخل حتتين ثلاثه وبعدين حتتين ثلاثه في شحنه ثانيه وكده، ده اللي بيتم. انا بقول لك شغلي بيتم ايه، مش بقول لك اعمل كده. ماشي. لو عاوز تصنع مجره الدرج في مصر، استاذ سعيد صلاح، والله يعني بص يا استاذ سعيد، انا شغال فيها مجره الدرج دي، انا شغال فيها وعندنا مصنع هنا في الصين. طب هتقول لي ليه ما عملتش المصنع في مصر؟ انا يعني انا داخل شراكه مع حد مستثمر مصري برضه وعاملين المصنع هنا في الصين. ليه ما عملناش المصنع في مصر؟ عشان ناس كتير عملته في مصر وفشل للاسف، على حد علمنا، على حد علمنا ان اتعمل في مصر وفشل، وقف ما اشتغلش. ليه؟ معرفش. فهي تصنيعها في الصين، بتصنع هنا في الصين، ده اللي انا اقدر اقوله يعني. طبعا وعندنا المجرة والمفصلة برضو شغالة كويسة قوي عندنا برضو هنا ما شاء الله، عندي شوروم خاصة بتاعتنا هنا، بتاعتي انا شوروم بتاعتنا في المبنى المجاور ده للمكتب على طول هنا في جوانزو، تشرفونا ويعني احنا نضمن الجودة تماما بضمان القبطان اخوكم هيثم يعني. عندنا ايه تاني؟ منكم دخلتوا اعملوا شير للبث بقى، طب اعمل ايه؟ انا كنت داخل اعتذر لقيتكم طك طك طك، فاعملوا شير للبث عشان نبقى كويسين، هتعملوا شير للبث؟ هكمل. عايز قطع غير موتوسيكلات متوفره ان شاء الله. قطع غير الموتوسيكلات مفيش مشكله خالص، شغاله، اي قطع غيار يا جماعه الخير شغاله. تاني، اي قطع غيار مفيش مشكله فيها خالص. المشكله لو هنجيب موتوسيكل كامل مش هخش. ماشي، هنجيب قطع غيار اهلا وسهلا مفيش مشكله خالص وشغاله كويس جدا يعني. طيب لو ينفع شحنهم على بورسعيد؟ لا ارغب. استاذ محمد يحيى تقريبا مفيش مشكله، ينفع طبعا لبورسعيد، بس انا عايز اقول حاجه بقى، انا اصلا تخصصي لوجيستكس وشيبينج من سنه 2003، 15 سنه الحمد لله خبره في مجال اللوجيستكس. انت موجود يا استاذ محمد اول ولا لا؟ لو موجود يا استاذ محمد انتبه للي هقوله كويس قوي. ال LCL يبيجي على اسكندريه، يبيجي على السخنه. اسكندريه بيجي من الصين على اسكندريه على طول يتفرغ في مخازن بره الميناء. السخنه بيجي على، انا اللي عامل المشروع بتاع السخنه الحمد لله، ال LCL للسخنه بشراكه مع الاستاذ عادل سعيد شريكي وبعض الشركاء الافاضل، الاستاذ احمد زلط واستاذ علي زلط واستاذ تامر، والحمد لله يعني مجموعه من الناس اللي احنا شغالين، الجروب شغال في مجال اللوجيستكس يعني. بورسعيد مفيش حاجه قليل قليل قوي اللي بيجي مباشر من الصين لبورسعيد. طيب ينفع تشحن لبورسعيد؟ بس تسال، انا بقول له معلومه والله سامحوني، لان المعلومه دي لو هو ما خدش باله منها هيتبهدل وهيخسر فلوس. لازم تسال الاول لو الكونتينر اللي انت هتجيبه ال سي ال على بورسعيد لو هيجي من الصين على اسكندريه وبعدين ينقله من اسكندريه لبورسعيد، اوعى تشحن، اوعى تشحن، اوعى تشحن، اوعى تشحن، انا بقول لك اهو. لكن لو هيجي من الصين على بورسعيد مباشره اشحن، مفيش مشكله. خلاص؟ واضح؟ ربنا يكرمك، اللهم بلغتك يا رب ويحفظك يا رب.
لو سمحت عايز اشتغل في قطع غير موتوسيكلات انا جاوبت خلاص. بالنسبه لتجميع لمبات الليد ده مفيش مشكله، لازم مصنع، رخصه مصنع وتجمع ان شاء الله، مفيش مشكله ان شاء الله. حبيبي الاستاذ علي زلط سبحان الله، يعني الاستاذ علي حبيبي كنت لسه بجيب سيرتك، يعني سبحان الله ذكرت اسمك من قبل ما اشوفه، ما اعرفش انت قاعد والله يا حبيبي. اني طلب منك لوجه ضروري ربنا، انا والله مش فاهم يا استاذه نجوى، ابعتي لي عن خاص بعد اذنك وانا افهم التفاصيل كامله. مكن تصنيع حاجات بلاستيك يا ابطال تتكلف كام؟ مفيش اسمها مكن تصنيع حاجات بلاستيك يا اخونا يا احمد يا دي ام تي. انت عايز مكن حقن انجكشن اللي بيعمل استنباط بلاستيك، ولا عايز حاجات البولي بروبلين والبولي ايثيلين والبولي الحاجات اللي هي البولي كلها؟ فحدد بس ربنا يكرمك انت عايز ايه يا استاذ احمد، ربنا يحفظك يا رب. عايز اعرف تكلفه خط انتاج دراي فود كلاب ووتر. استاذ ناصر هات انت معلومات، لو ما عندكش معلومات هتديني 500 دولار وانا اجيب لك كل المعلومات بعروض الاسعار لحد ما يوصلك كام مصر ان شاء الله، بس 500 دولار تحت الحساب، يسترد مع تنفيذ الاوردر ولا يسترد في حاله عدم التنفيذ. في انا واضح جدا، في واضح اكتر من كده؟ حبيبي يا استاذ عاطف تنورني وعلى راسي، تعالى للصين يا باشا نقعد مع بعض. هل في فرص لتصدير التمور للصين استاذ وائل خليل؟ بص يا وائل، عايز افضل حاجه انت تيجي بنفسك، ولازم تدرس سلوك المستهلك الصيني في موضوع التمور، لان هم عندهم تمور بس بياكلوا تمور ناشفه ومش مسكره، هم مش بيحبوا المسكر قوي هنا ماشي. فيعني اوعى تجازف الا لما يعني تدرس الموضوع كويس، لكن ممكن طبعا. حبيبي استاذ عماد انا سفير والله كتير عليا. والله انا مش سفير ولا اي حاجه، انا اخوكم يعني ابسط مما تتخيلون، ابسط مما تتخيلوا خالص، يعني ربنا يعفو عنا، ربنا يعفو عنا. ادعوا لنا بس بظهر الغيب كده، ادعوا لنا كده دعوات طيبه جميله، ربنا يكرمنا ووسع علينا في رزقنا يا رب، لان المصاريف عاليه قوي والله يا جماعه. انا بتنفخ هنا في المصاريف، الايجارات عاليه جدا، الاقامات عاليه جدا، الضرايب والتامينات، وعايز اقول لكم يعني والله العظيم انا بتشلفط هنا في الصين. ولذلك برضو ما حدش يفرح، انا اسف، ما حدش يفرح بان يفتح مكتب في الصين ومش عارف ايه، لا انا لو عاد بيا الزمن لوراء والله العظيم ما هفتح المكتب، والله شوف انا بحلف بالله، انا اقسمت بالله لو عاد بيا الزمن لوراء والله ما هفتح مكتبي اللي انا قاعد فيه ده، ايه رايكم؟ والغربه وحشه يا جماعه، والله الغربه وحشه، الغربه مرض وداء لا يشعر بها الا اللي بيعاني منها، ربنا يعافيك يا رب. الفخاره اللي في الخلفيه دي ايه في النص بينكم؟ لا مش فخاره يا فندم، دي قله يا حبيب قلبي، دي قله، ده القله دي اصلا هي سبب شهرتي عشان تكون فاهم، انا سبب شهرتي القله، يعني ده هي اللي شهرتني. فيعني انا هقول لك موقف قلته قبل كده للناس، يعني ان القله دي مره جه عميل جالي ملك، كان جاي من الكويت، مصري جاي من الكويت، كان بيتابعني وكان بيتابع البث، وكان لما كنت بحط القله في الاول هنا برضو، فعايز اقول لك لما جه المكتب ما كنتش انا موجود ماشي. فيعني فطبعا الناس يعني انتظرني بره في الريسبشن بتاع المكتب يعني. فلما جيت سلمت عليه باشمهندس حبيبي وخدته بالحضن وبتاع، قال لي انا عايز اعتذر لك بس وتسامحني. قلت له ايه؟ قال لي انا لما جيت وكان قاعد بره وشايف القله في وشه يعني، فطبعا وانا مش موجود المكتب كان مفتوح يعني. فبيقول انا ما قدرتش استنى لما تيجي عشان كنت عايز اسلم على القله، فاستاذنت من الشباب عندك ودخلت سلمت على القله وصورت معاها. فيعني فلا يعني وفي والله العظيم في واحد جاي قال لي انا مش شغال في التجاره، انا جاي ادرس والله، بس قال لي طالع عايز طلب. قلت له ايه؟ قال لي عايز اصور مع القله. والله العظيم فلا. وفي واحد وابنه مره، والله موقف بالمناسبه بقى فتحت بسرعه كده يعني، واحد وابنه يعني وكانوا جايين يعملوا شغل وبتاع وكده، فيعني كانوا جايين مبسوطين جدا وقاعدين عاملين يوصف. قلت لهم في حاجه؟ قالوا لي حسين احنا بصراحه عايزين نصور مع القله بس مكسوفين. فهو وقف وابنه صوروا مع القله وانا صورت معاهم وكان حاجه حلوه. بس دلوقتي قله حبنا، بس دلوقتي انا عامل فيه تشارج لمؤاخذه يا استاذ، اللي الصوره مع القله ب 10 دولار ماشي، ب 10 دولار عشان انت عارف بقى اليومين دول محتاجين نلم فلوس والدنيا صعبه والكلام ده. ايه ممكن اعمله في مجال الاستيراد لو انا صيدلي؟ انا جبت على السؤال ده استاذ دكتور احمد عزت بدر، ممكن يكون حد تاني يا دكتور. عايز اقول لك يا دكتور احمد، ربع الصيادله بقوا مستوردين ما شاء الله، خش يا باشا ودوس. ممكن تستورد وممكن تصنع في مصر يا دكتور، ممكن تستورد المستلزمات الطبيه كلها من اول الجلافز الجوانتات للسرنجات للحاجات كتير قوي يا دكتور، كل المستلزمات الطبيه كلها والبادي كير والحاجات دي كلها
ممكن تستوردها يا دكتور احمد. ايضا ممكن تصنع دلوقتي. انا عندي مجموعه دكاتره ما شاء الله، انا صورت لهم اعلان تلفزيوني من حوالي قبل ما اجي من اسبوع من 10 ايام بالظبط، ما شاء الله عملوا مصنع مستلزمات خاص ب الشاور لوف يا دكتور احمد، الشاور لوف. والله الشاور لوف فكره حلوه بصراحه، حاجه بسيطه بس دكاتره ما شاء الله يعني اذكياء ما شاء الله. جاب الليفه وراح عامل لها شويه معالجه وشويه تطهير وتقطيع وتنظيف وبتاع مش عارف ايه، وراح عاملها في باكيتا وبقت حاجه ميديكال طبيه صحيه، وده حقيقي فعلا يعني ما شاء الله. الناس يا جماعه محتاجين الناس تشغل دماغها، عايز الشباب يقعدوا مع بعض، يعني الشباب يقعدوا مع بعض والله العظيم لا يطلعوا افكار كده كده يعني، بلاش كده دي. فما شاء الله يا دكتور، لا في شغل يا دكتور. انا عندي ما شاء الله اكتر من 15 صيدلي شغالين معايا ما شاء الله يعني مستوردين. توكل على الله دكتور احمد، توكل على الله، بلا عياده بلا صيدليه بلا بتاع. ممكن مساعده في استيراد قطع غيار اجهزه كهربائيه الكترونيه زي شاشات التلفزيون الليد. استاذ احمد شعبان محتاج تستشير مستخلص جمركي. ليه؟ لان المستخلص هو اللي هيفيدك، لان في حاجات في موضوع الشاشات الليد في مشاكل في دخولها مصر، فلازم تستشير مستخلص جمركي. اللي فوقي دي على طول اللي مشاور عليه باصبعي دي بالمناسبه ده الترخيص بتاع شركتي هنا في الصين، اللي انا مشاور عليه بالصيني ده الترخيص بتاعي هنا شركتي في الصين الحمد لله، يعني شركه صينيه مرخصه، وعندي ترخيص ثاني بتاع هونج كونج الحمد لله. ده اللي على الايد اليمين ده العضويه، شهاده عضويه منتدى رجال الاعمال العرب. انا عايز اوريها لكم والله حاجه هتعجبكم، مش هطول معاكم فيها، لكن حاجه يعني انا افتخر بيها. يعني ده زي ما انتم شايفين كده شهادة عضوية هيثم طلحة، وده كارنيه العضوية بالمناسبة في منتدى رجال الأعمال العرب، ده أكبر تجمع جمعية رجال أعمال، أكبر جمعية رجال أعمال عربية هنا في الصين. وأنا بتشرف إن أنا دي عضوية السنة دي 2018، مش شايفينها 2018 يعني. فالحمد لله يعني بنحاول والله إن إحنا يكون أكتر مصداقية مع الناس يعني، الحمد لله رب العالمين الحمد لله. ايه معلوماتك عن استيراد بطاريات السيارات والموتوسيكلات في مصر؟ شغاله كويس بس مقرفه، لازم تعمل منها كميه يا استاذ الخطيب بيبو، تعمل كونتينر 20 قدم من الاخر، 20 قدم تمشي كده كويس، شغاله كويس جدا ما شاء الله. عندي عميل يعني ما شاء الله كذا عميل في الموضوع ده. استاذ هيثم تكون فاضي اي وقت نتكلم على الماسنجر ونشوف الموضوع. ما انا ما اعرفش استاذ شادي ويست مان بتاع سويد، استاذ شادي كلمني على الماسنجر وابعت لي على ما انا هحاول ابص عليه، بس الافضل طبعا الواتساب يعني، لو حاول تجيب من الشباب عندي في المكتب الواتساب بتاعي وكلمني ان شاء الله، يبعت لي على الواتساب ان شاء الله. عندنا صوديوم موجود يا استاذ محمد عبد العظيم، انا 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 وردت قبل كده من مصر المصانع في العاشر صوديوم سلفات، صوديوم سلفات تقريبا يعني، وكان حوالي 200 300 طن تقريبا يعني، فشغال كويس جدا. عايز يا استاذ محمد عبد العظيم باشمهندس محمد، محتاج طبعا الام اس دي اس الماتيريال سيفتي داتا شيت بتاعه الصوديوم والكميه قد ايه، وانا عينيا ليك ان شاء الله باذن الله، و300 دولار ديبوزيت عشان قبل ما نشتغل ماشي. خط انتاج مصنع الاكياس البلاستيك يكلف كام؟ من 20 ل 30 الف دولار يا استاذ صابر، بس تكون عندك تفاصيل عنه ربنا يخليك. يا جماعه اللي ما يعرفش عن مشروع ما يخشش فيه لوحده، والله انا لو انا ما عنديش ضمير انا اسف انا هقول لك تعالى يا استاذ صابر وعلى عينيا واجيبه لك واظبطه لك، وعندي كمان المهندس اللي يركبه، بس والله انا مش ببقى مستريح الضمير في حاجه زي كده، انا بستريح لما بوعي الناس. فربنا يكرمك يا استاذ صابر، ما تخشوش يا جماعه في مشروع الا لما تكونوا فاهمين فيه كويس او معاك حد خبره فاهم فيه هيشغله، لكن عشان انت سمعت عن المشروع كويس ده المشروع ده بيكسب 100 100 فتقوم تروح تجيبه، نو 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 ابدا، لا ما تعملش كده ابدا يعني، ربنا يحفظكم يا رب. عايز اجمع شاشات في مصر، مشروع كويس بس ده عايز مصنع يا استاذ محمد رضا، مصنع ومكلف هتخش لك في 3 4 مليون جنيه، 3 4 مليون جنيه بس مشروع ناجح. مشروع ناجح، وعندي اللي فني والمهندس اللي ممكن يشاركك، كان عندي عميل شاب كده مكافح ما شاء الله وهو شغال متخصص في الشاشات، وراح خاض تجربة البنك المركزي اللي هو المبادرة اللي هي ايه، افرش مصنعك ولا خد مصنع جاهز، ودفع 120 ألف جنيه والله على يدي وعمل دراسة جدوى، بس المقايسة لما طلعت المقايسة من الجهة المختصة المقايسة طلعها له بحوالي 4 5 مليون جنيه وهو ما كانش معاه المبلغ ده. لو انت يا استاذ محمد رضا جدي في الموضوع قول لي ونعرفك على محمد سامي اللي هو اللي ما شاء الله
تعملوا المشروع مع بعض، والله 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 هتنجحوا ما شاء الله. ربنا يكرمك يا رب. عايز استورد فلاشات كينج ستون مش شغال فيها يا استاذ علي خالص. الهيت ترانسفير دي نوع من انواع الطباعه. لا مع هاني بقى موجوده يا استاذ احمد الدخميسي. ابعت لنا يا استاذ احمد بس قول لنا يا جماعه الهيت ترانسفير. والباشمهندس هاني هنا ما شاء الله. انت ما تيجي يا عم بتاع بسرعه. تعبت ما انت تعبت. ما انا ايه لما انت تعبت. احنا فيصنا يا جماعه فيصنا. بالنسبه لموضوع الهيت ترانسفير موجود ومتوفر جميع انواع المكن، سواء المكبس رول ترول او مكبس حراري مسطح. كل المقاسات موجوده ان شاء الله. ماكينه الطباعه ذات نفسها موجوده، الاحبار متوفره، كل حاجه ان شاء الله متوفره بالنسبه للهيت ترانسفير. طيب إيه، تدي نفسها بسرعه الناس اللي كانتش موجوده من الاول عن موضوع القسم اللي احنا فتحناه هنا في الشركه. احنا دخلنا هنا في سمارت وفي اسما مارين في القاهره قسم جديد خاص بثلاث اقسام. اول حاجه الماكينات الصناعيه وتركيب خطوط الانتاج، كل انواع الماكينات الصناعيه وخطوط الانتاج ان شاء الله بنوفرها لحضرتك. مهندس هاني مهندس ميكانيكي متخصص وكهرباء، متخصص بفضل الله في يعني استلام الماكينات والتعاقد عليها والتركيب والصيانه وقطع الغيار. بنركب لحضرتك خط الانتاج، بنوفر لك خدمه الصيانه وخدمه ما بعد البيع والضمان كمان بنضمنه لحضرتك. بالنسبه لمكن الطباعه بكافه انواع مكن الطباعه بنوفره لحضرتك، مكن السي ان سي وتركيبه وضمانه وخدمته برضه بنوفرها لاي عميل محتاج اي مكنه خاصه بالصناعات الصغيره والمتوسطه ان شاء الله. باشمهندس جمال موجود دلوقتي. باشمهندس جمال حبيبي، باشمهندس صديقي وعميلي وزبوني العزيز من السعوديه. باشمهندس جمال ابو مشاري الحمد لله، يعني احنا قمنا معاه يا رب نشوف الحمد لله، قمنا معاه بواجب الحمد لله. بس هو تقريبا جات له ظروف او ايه، هيغادر بكره عوده للسعوديه. فانا بعرفك بس عشان على الهوا اهو. بس الحمد لله ما قصرناش مع الراجل والله. عايز استيراد مستلزمات صيدليات للامارات تحت امرك يا استاذ حسن ربيعه. تواصل معنا على الخاص وان شاء الله نكافئ التفاصيل ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للبشمهندس اللي بيسال عن ماكينه تقطيع الجلود، ماكينه الليزر متوفره وماكينه الراوتر بتاع الديكور متوفره ان شاء الله. هنوفيكم بالماكينات والموديلات والاسعار ان شاء الله في خلال اخر الاسبوع. تابعوني الايام اللي جايه بدايه من يوم الثلاث والاربع والخميس، تابعوني والجمعه. ممكن في اي لحظه هتلاقيني بعمل لايف من مصنع لمصانع اللي هي ماكينات الطباعه والبرينتنج كلها. بالنسبه للاستاذ محمد سعيد بيسال عن ماكينه لزق لف بكر سوليتيب كبير، دي اسمها سليتر متوفره ان شاء الله هنا، والمكنه مشاكلها قليله جدا تكاد تكون ملهاش مشاكل. وده مشروع كويس حضرتك، بتجيب البكر بتاع سوليتيب جامبو من بره حضرتك اكيد من هنا عارف بيجي من هنا وبيجي من هنا برضه وبتلفه وبتدخله كمان مستلزمات تصنيع. اقول لكم على مشروع كويس، اقول لكم مشروع حلو برضه الناس عايزه مشاريع حلوه. بص والله اصل انا ايه لما بتيجي في بالي بتنخرخ ايه. احد المشاريع الجامده جدا ان انت مش بقى اقول تقطيع السوليتيب، لا اعلى من كده بقى يا استاذ محمد سعيد. ايه هي؟ ان انت تجيب مكنه الغيره، المكنه خط انتاج الغيره اللي هو ايه، انت بتجيب الرولات بتاعه البلاستر ماشي بس من غير لزق، وبعدين تجيب خط الانتاج اللي بيحط الجلو اللزق، تلزق يعني تجيب الغيره وتمشي البكر وبيروح راكب الغيره في البكر وتسخين مع تبريد، يبتدي يطلع في الاخر رولات بتاعه السوليتيب الكبيره، الرول اللي هو متر و20 ومتر ونص. بعد كده يخش على سليتر، بعد يخش على تقطيع، تقطع بقى يقطعوا البكر الصغير بالمقاسات اللي حضرتك عايزها. المشروع ده يا جماعه الخير مشروع مربح جدا كده، مشروع 10 على 10. بس ده عايز راس مال، عايز راس مال وعايز مكان وعايز مصنع. ده مشروع دراسه مشروع 100 100. اي خدمه. ايه تاني حبيبي يا استاذ عصام ربنا يخليك. 10000 جنيه ينفع اشتغل بيهم حاج سعيد؟ تنفع نشتغل بيهم في السوق المحلي يا حاج سعيد، ما ينفعش بيهم نستورد خالص خالص يعني. مواد كيماويه موجوده يا استاذ محمد عبد العظيم. انا قلت لك الكيميكالز احنا شغالين عندنا قسم في الكيميكالز بفضل الله. عندي اوردر دلوقتي لاحد الاطباء وعنده مصنع يعني، ومطلوب ماده كيماويه والحمد لله شغالين فيها، وانا رايح المصنع كمان كام يوم ان شاء الله. المنتجات اللي نصدرها للصين حضرتك تابع الفيديوهات عندي على اليوتيوب يا استاذ محمد، حاجات كتير، برتقان، عنب، عصاير، منتجات اللي هي الهاند ميد، حاجات كتير يعني. قصادي ان بعت لي مستندات موديلات
بس انا مش عارف افتح، هو باللغه الانجليزيه بس اول ما اضغط عليه بيدخلني في برنامج بالصيني. يا باشا اقول له ابعتهم لي واتساب واخلص، يعني قول له خليه يخلص ابعتهم لك واتساب. هو الظاهر بعتهم لك على اصفين، عندهم مشكله. هم بيستخدموا هنا يا استاذ ماريو هاني، بيستخدموا في الميلات بتاعتهم. انت شوف الايميل ات، لو لقيت الايميل مثلا اسمه مثلا اكس اكس واي مثلا ات كيو كيو دوت كوم هتلاقي ده المشكله، لانهم بيستخدموا ايميل الكيو كيو. كيو كيو ده حاجه زي الهوت ميل والياهو كده. فالكيو كيو دوت برنامج معقد شويه، فتيجي تدفع ما يفتحش معاك. فقول له خليه يبعت لك المستندات على الواتساب واستريح وريح دماغك. معلومات عن بطاريات سيارات الموتوسيكلات تتكلف قد ايه؟ حوي 20 قدم وجهز لنا 40 30 40 الف دولار على الاقل، 30 40 الف دولار عشان نعمل كونتينر كويس يا استاذ الخطيب. مكنه حقن يا فندم تتكلف كام؟ استاذ احمد اي مكن حقن بيبدا ممكن بنبدا من 20 الف دولار فما فوق، من 20 الف دولار فما فوق على حسب يعني قوه الضغط بتاعه المكنه يعني. وطبعا هنعوز الاسطمبه، مقاس الاسطمبه قد ايه ووزنها والكلام ده كله. عندي مصنع مجاري ادراك في الصين وممكن تساليه عنده. حبيبي يا استاذ غدير موسى، استاذ انا اسف استاذه صح، استاذه غدير موسى انا اسف سامع، انا اعتقد يعني اعتقدت انه راجل يعني، انا ما اعرفش غدير راجل وانا اسف، بس غدير ست يعني انا اسف يعني. استاذه غدير نتشرف يا فندم، عندنا هنا مصنعنا احنا الحمد لله اللي بيصنع المجره بتاعت الدرج اللي هي بيسموها السحابه في دول الخليج، وعندنا المفصله بكافه انواعها، المفصله العاده والهيدروليك اللي هي واللي هي النص ركبه وركبه كامله والعدله، خدت بال حضرتك، وهكذا كل ده عندنا. عندنا اليد الهندل ده الشروم بتاعتنا يا جماعه الخير الحمد لله، شروم هنا في جوانزو جنب المكتب. وعندنا المجرى المانوال القديمه لو انتم فاكرينها اللي هي اربع قطع اللي هي جوزين، عندنا كل الحمد لله موجود يعني الحمد لله، وكل حاجات الاكسسوارات الالمونتال والنجاره كلها موجوده الحمد لله. في سؤال جاي لك يا باشمهندس ثاني، شنطة المدارس موجوده يا استاذ اسماعيل ابو سيف، بس لازم تعمل كميه كبيره يعني كونتينر على الاقل، فتجهز لك برضو 30 40 الف دولار. يا جماعه الخير تاني، عشان تكسبه لازم تعمل عشان تجيب من الصين تجيب كونتينر على الاقل، بلاش الحاجات الصغيره وكميات صغيره ما بتكسبش، بتصرف مصاريف شحن كتير وما بتكسبش. حبيبي يا استاذ الخطيب ربنا يخليك، ممكن حد تراكم نتواصل معاه في الامارات؟ حبيبي يا استاذ عماد الغنيمي انا تحت امرك موجود، امرني انا موجود، ابعت لي ونشوف انت محتاج ايه في الامارات وانا تحت امرك ان شاء الله باذن الله. ولو محتاج حاجه طبعا انا ليا ناس في الامارات تحت امرك، ما عنديش اي مشكله ان شاء الله. جاي لك استاذ عاطف علوان، تعالى يا باشا مستنيك. بالنسبه لموضوع العطور، تصنيع بالصين احسن واستيراد على طول، ولا استيراد المواد الماكينات والاكسسوارات ويتم تصنيعها بمصر، ما هو الافضل من وجهه نظرك وخبرتك؟ انا عايز اقول حاجه استاذ شادي وستمان. بص يا استاذ شادي، لو انت معاك انفستمنت فلوس برضو هقول لكم برضو سبحان الله، هو الكلام بيجيب بعضه سبحان الله، لو انا قعدت احضر في الكلام مش هفيدكم زي ما سبحان الله اسئلتكم هي اللي بتطلع الحاجات اللي انا مخزنها جوه وما بتجيش في العقل الباطن، ما بتطلعش الا مع اسئلتكم. احد اكبر المشاريع اللي ان كل الناس خبره اجمعوا على انه مشروع ناجح 100% هو مشروع صناعه زجاجات العطور، مصنع زجاجات العطور. بص عايز اقول لك المشروع ده كل من هو يعمل في المجال، انا مش هشتغلش فيه، لكن طبعا انا بقعد كل يوم مع ناس وكل يوم بسمع كلام من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وطبعا مش كل اللي بسمعه بنقله طبعا عشان نكون واضحين يعني، لكن طبعا اسرار العملاء وتفاصيل العملاء الحمد لله ربنا بيعيننا ونحافظ عليها كويس قوي الحمد لله. ولكن ما يتداوله الناس، مشروع صناعه زجاجات العطور الازايز الزجاج ده مشروع ناجح 100%. طب مشكلته ايه؟ في مشكله، ايه مشكلته؟ مشكلته انه عايز راس مال كبير، احنا بنتكلم على الاقل مش عايز اقول لكم مثلا يعني 2 مليون دولار مثلا، مش اقل من كده 2 مليون دولار بس بصراحه في الجون من الاخر يعني. فطبعا يا استاذ شادي واستمان انا ما اقدرش مش عارف انت تقصد ايه بالماكينات، ماكينات ايه؟ هو يقصد ان هو يستورد الاسانس من هنا من الصين
ويعمل خط تعبئه بس. بالتاكيد وده مشروع مربح. بالتاكيد طبعا 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 بالتاكيد ده كلام منطقي انه مشروع كويس طبعا يعني. ربنا يكرمك وشوف انت محتاج ايه يا استاذ شادي وانا تحت امرك يا حبيب قلبي ان شاء الله. حبيبي يا استاذ الخطيب والله كلمه سفير دي كبيره قوي عليا يعني كده باشا. ممكن الحكومه تحصل تعمل مشكله يقول لك احنا عندنا سفره احنا بنزل والله يعني اذا سفير بيقولوا سفير النواه الحسنه زي ما بيقولوا. والله ده شرف ليا يعني انا اكون سفيركم ده شرف ليا وتاج على راسي هيبقى يعني حمل تقيل يعني. ربنا يجعلني عند حسن الظن يا رب. عايز اصدر اغذيه لدول افريقيا ابدا ازاي؟ انا اقول لك يا استاذ مؤمن قنديل. طيب السؤال ده مهم جدا وخلينا ايه لان انا عندي اجاباته يعني يستفيد منه الجميع يا رب يكرمكم. افريقيا هي سوق بكر وسوق رحب وسوق واسع وسوق جذاب ولكن لازم له اي حاجه لازم لها دراسه. طب ايه عناصر الدراسه؟ رقم واحد لابد تعلم ان في منافسين ليك في سوق افريقي زي مين؟ زي الصين والهند اكبر دولتين دخلوا افريقيا واستثمروا فيها هما الصين والهند. كان اولى مين بالدور ده يا اساتذه الكرام؟ كان اولى بيه مصر. احنا ام افريقيا واحنا ابو افريقيا. مصر دي ام افريقيا احنا الاخ الاكبر ليهم احنا ابوهم وامهم. ولكن طبعا للاسف لظروف ما ظروف يعني مصر تخلت عن هذا الدور. فالصين والهند دخلوا يبقى لازم تعرف الاول عشان في ناس يقول لك ايه يا باشا عليكوا على افريقيا عليكوا على افريقيا. انا عملت بس مباشر مره واتكلمت يعني اعتقد ممكن ترجعوا يا استاذ مؤمن لان انا عملت بس مباشر كامل ساعتين عن موضوع الاستثمار في افريقيا واستشهدت بشهادات بعض المستثمرين اللي خاضوا التجربة. في ناس منهم نجحت وفي ناس فشلت. اللي يهمنا اللي هو اللي فشل ربنا يعينه يا رب يعوض عليه. مثلا اللي فشلوا ايه؟ اولا يعني لما هو حب اخد منه نصايح اديها لكم ما تعملوا شير للبس عشان اقدر اكمل كلام عشان انا تعبت اصلا انا بقى اربع ساعات بتكلم يعني. لا تعملوا شير للبس مش معقول كده يعني. طب انا مش بتكلم ما تعملوا شير وتقولوا عملنا شير بس كده يلا بقى اهو ما ها اتكلم ولا ايه؟ لا ما تتكلمش عشان تعبت بقى. اعملوا شير وقولوا عملتوا شير. اللي ما عملش شير مش انا هو الكلام اللي اقوله ده كلام مهم وانا ما تعشتش لحتى الان. الصينيين بتعشوا الساعه 7 مساء وانا دلوقتي الساعه 11 مساء حد عدت 11 طبعا صح؟ الساعه 12 دلوقتي. فكويس جدا. ايه بقى اللي فشلوا ليه؟ بيقول لك يعني بيحذرنا بيقول لما تخش السوق الافريقي اوعى تحط فلوس كتير الاول. لا خد ستيب باي ستيب دي رقم واحد. رقم اتنين لازم تعمل دراسه الاول. اوعى تخش تصنيع لا خش تاجر الاول. واوعى يعني كمان ايه اوعى تخش تصنع واوعى اول ما تخش مثلا تروح نيجيريا الكاميرون كوت ديفوار السنغال اي دوله اوعى تخش تستورد على طول. لا خش البلد الاول قبل ما تروح خالص. لو انا عايزين نقول رقم واحد هتروح الهيئه العامه لتنميه صادرات وتقول لهم ايه البلاد اللي في افريقيا اللي بتاخد من مصر شغل. هيقول لك والله في كذا بياخد فيه وفيه وفيه وفيه. يبقى انت استقريت على كام دوله عارف ان بياخدوا حاجات من مصر خلاص عرفنا. وشوف الاول اللي عندهم استقرار سياسي ولا لا. لو عندهم استقرار سياسي واقتصادي اتوكل على زور البلد دي وياريت تزورها يكون في معرض. حلو الكلام انا برتب لك الخطوات اهو. وتروح تزورها في معرض وانت في المعرض هتكتشف البلد وتشوف ثقافتهم وسلوكياتهم وتدرس في حاجه اسمها في التسويق يا جماعه الخير. انا مش قادر انا من الساعه 7 من 1 ونص ظهرا بتكلم بتوقيتكم فانتوا متخيلين. انا هنكت ال كنت بتكلم في ايه؟ في التصدير للدول. اما تروح المعرض في حاجه اسمها في التسويق حاجه اسمها سلوك المستهلك. لازم تدرس سلوك المستهلك الافريقي. وبعدين اما تبدا بزنس ابدا بزنس محلي. يعني ايه؟ يعني بيع واشتري في السوق المحلي ماشي وجرب لحد ما تستقر على حاجه وبقيت عارف بتشتريها بكام. يعني سعرها الجمله في البلد الافريقي ده بكام وتتباع بكام وبتتباع فين والمين. الخطوه الثانيه ابدا استورد المنتج. وبعد ما تستورد المنتج بقيت عارف انت بتستورده منين وبتدخله ازاي وبيتباع بكام والمين. الخطوه الثالثه ان لازم حضرتك تعمل ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد.
تصنع بقى، تبتدي تصنع تصنع بعد ما تخد خطوتين دول. لما تصنع تبدأ صغير وبعدين تبقى كبير، ماشي؟ ما تبدأش كبير، ما تصرفش، تجيبش انفستمنت، تحط انفستمنت في الايه، في الحاجة كلها، ما ينفعش. فالله يحفظك يا سيدنا، ماشي يا سيدنا الكريم، ربنا يحفظك يا رب كده، واكون افدتك ازاي اصدر لدول افريقيا. رايحك المشروع ده اللي هو مكنة الحقن كويس وشغال جد كويس جدا، موضوع مكنة الحقن كويس، بس امن موضوع الخامة، امن موضوع الخامة اللي هو البلاستيك بس، غير كده شغال كويس، مشكلة فيه. عايز تورد اكسسوارات لمصر ازاي؟ تقصد بايه اكسسوارات يا استاذ تامر؟ اكسسوارات محمول ولا اكسسوارات سيارات ولا اكسسوارات ايه بالظبط؟ حدد. ربنا يخليك يا استاذ الحسين، والله انا استاذ حسين توفيق، انا ما وجدت اقصر افضل طريق للنجاح الا وهو الطريق المباشر، السكه العدله. كتاب يعني ارشح لكم كتاب اللي هو اسمه ايه بتاع اللي هو بتاع الحاج محمود العربي صاحب شركة العربي توكيل توشيبا، عامل كتاب اسمه نسيت اسمه، بيتكلم على بيتكلم عن بيقول بيتكلم الحاج محمود العربي ده، انا بحبه جدا جدا. والله عايز قهوه، والله عايز قهوه، بس للاسف جيت متاخر على البث، فعشان ما اتاخرش عليكم ما لحقتش اعمل قهوه. ما تعمل لي قهوه يا عم، ما تعمل لي قهوه، اعمل لي قهوه. حاضر حبيبي يا باشمهندس هاني، حبيبي والله ربنا يخليك يا حبيب قلبي. البشمهندس هاني صعبت عليه، هيعمل لي قهوه، شويه قهوه مظبوطه. هندسه الله يخليك حبيبي، هندسه يعني انت بتعمل لي مره انا بعمل لك مره وكده يعني، انت حبيبي. فالحاج محمود العربي بيقول في الكتاب ايه، من ضمن ما كان بيقول يعني، بيقول ايه اقصر ما وجدت اقصى افضل طريق للنجاح سوى الخط المباشر والطريق المباشر والسكه العدله. وده معروف ان القطع الخط المستقيم هو اقصر الطرق من نقطه لنقطه، صح كده يا جماعه؟ وين ممكن الاقي خط انتاج خاص بصناعه البرجر والنقط؟ كلمنا يا استاذ عبد العزيز، تحت امرك، محتاجين تفاصيل، تدفع لنا ديبوزيت 300 دولار بنجيب لك خط الانتاج ان شاء الله. الغربه والله، لكن ينفع يجدد قول لي حبنا يا ده متاخر قوي في التعليقات. مكن تصنيع جميع انواع المسمار في شغل النجاره. مفيش مكنه بتعمل جميع انواع المسمار. في مكن بيعمل انواع المسمار، في مكن بيعمل المسمار الخشابي، في مكان بيعمل مسمار الالاوز. فنحدد يا استاذ عزت عسقول، واحنا عندنا ان شاء الله محتاج، انا عندي عرض جاهز لمكان المسمار الخشابي ومكان مسمار الالاوز برضو موجود ان شاء الله، بس يكون عندك جديه في التنفيذ، تحط لنا 300 دولار تحت الحساب، عربون جديه، نبعت لك على طول الايه العروض ان شاء الله. ماكينه تعبئه المياه، انا عندي مصنع ثقه كويس جدا بفضل الله، انا ارشحه، ابي عنده اللي هو خط انتاج تعبئه زجاجه المياه، وده مشروع ناجح، بس ده ما عايز يعني مشروع كبير شويه، فعايز يكون في كابيتال ماني كويس يا استاذ محمد عوض. لكن انا عندي المصدر جاهز ومصدر امن، وعنده خدمه بعد ما بعد البيع والصيانه، وعندنا مهندس هاني معايا في المكتب هنا يعمل لك انستليشن للمكن وخط انتاج كل حاجه. 10 دولار شويه حبيبي يا استاذ الخطيب. عايز تورد اكسسوار حريمي ازاي؟ استاذ ايهاب السيد تشرفنا مكتبنا، يعني برشح لك مكتبنا في ايو، بتتعامل معاه مباشره وهو بيجي يعمل لك اكسسوار شغال، اكسسوار الحريمي شغال كويس لو انت بتعرف تبيعها كويس، شغاله كويس قوي. اهم حاجه التسويق بتاعها، اكسسوار الحريمي اهم حاجه التسويق، الحاجات دي مواسم وموديلات، لو الموديل قعد عندك ما بعتوش كل سنه طيب. ينفع اصدر قلل للصين؟ ينفع، وانا هشتري منك برضو ان شاء الله، نعمل معرض قلل هنا كده يا استاذ سامح. عسل والله. مشروع تصنيع الاعلاف تقريبا يكلف كام؟ وايه ما هو تصنيع الاعلاف ده، انت عايز ايه في تصنيع الاعلاف وانهي اعلاف؟ فاستاذ عصام عزمي اديني تفاصيل كامله، و300 دولار 300 دولار ديبوزيت، عينيا اشتغل لك في الموضوع، قبل ال 300 مش هتكلم معاك. انت انا في الصين يا فندم، انا في الصين. حاج محمود صيام، اهلا يا حاج، اهلا يا حاج، انا زعلان منك يا حاج محمود، زعلان منك يا حاج محمود، حاج محمود صيام انا زعلان منك، يعني وعدت ولم تفي يا حاج محمود، انت وعدت ولم تفي، انا بقول لك على الهواء قدام الناس اهو. هل استيراد التكاتك مفتوح لاي تاجر يدخلها مصر ولا محتكر من ناس معينه؟ ايوه هي الحته الثانيه اللي انت قلت عليها، الثانيه ايوه، اللي هو يعني كده يعني ماشي. لكن ممكن تجيب قطع غيار يا استاذ اكرم، يعني اشتغل في قطع غيار وسيبك من التوك توك كامل، ده مش بتاعي ولا بتاعك، بتاع ناس تانية ماشي، الموتوسيكل والتوك توك
والفيسبا والتروسيكل والحاجات دي كلها للاسف يعني اتعملت على ناس معينه كده. هل هناك معارض هذه الايام يا ابو بكر؟ طبعا الصين كل يوم فيها معارض، كل يوم فيها معارض. في معرض اللي جاي يوم 21 ل 23 ده خاص بالتجاره الالكترونيه، في معرض شهر 9 معرض استيراد للصين، استيراد للصين، الناس اللي عايزه تصدر للصين مواد غذائيه، معرض يوم 22/9 وموجود على صفحتي على الفيسبوك، ربنا يكرمكم يا رب ان شاء الله. استيراد الميموري كارد الليبيا، انا ما بشتغلش في الميموري كارد وما احبش حد يشتغل فيها، لابد تكون فاهم فيها كويس قوي لان بيحصل فيها حالات نصب كتير قوي قوي وبتخش تهريب للاسف، فانا ما بشتغلش فيها. النت بيقطع، النت شغال كويس اهو. بخصوص مصنع الكراس والكشكول، عارف اول يا استاذ قصر الهامور قبل اول ما اقرا الجمله بتاعتك دي افتكر مصنع الكراسي، يقول لك انا اخده ورا مصنع الكراسي، عارف انت مصنع اجت والله. طبعا احنا شغالين يا استاذ قصر الحمور تحت امرك، $500 يا معلم عشان انت هتاخد خطوط انتاج كتير ومكن كتير، $500 تحت امرك نشتغل لك بعينينا، نجيب لك خط الانتاج الكراسي والكشكول لحد عندك في مصر ان شاء الله. هو استاذ علمنا هنا يا هاني الاستاذ احمد عباس بيقول لك انت زعلان مننا ولا ايه يا عم؟ قول له احنا بنحبك يعني. قول له احنا بنعمل قهوه بس عشان هو مش موضوع بيعمل لي قهوه يا احمد يا عباس، هو هنج. طبعا هو ما يعني ما عارف انت ما انا باشا عشان متمرس معاكم اقعد معاكم بالاربع خمس ساعات. لكن هو قعد اول ساعه ونص وفيص بعديها. يا عم ده ناس ربع كم يا عم. انت بتشحن ملابس رياضيه مشترك استاذ امين احمد. والله نحن نعد الان لموضوع شحن الملابس، يعني نعد له الان، لكن لسه مش شغال فيه حاليا والله للاسف. رقم الواتس يا استاذ حمور، والله الواتس مش هلحق ارد عليكم والله العظيم، يعني خلينا نتواصل معك احنا يا استاذ قصر الحمور، تلاقش ان شاء الله. وان كان رقم الواتس 00865529643001، كويس ان انا فاكره. قطع غيار سيارات صيني فاو موجوده يا استاذ محمود توفيق. اي قطع غيار انا قلت قبل كده من ضمن المشاريع اللي شغاله في مصر كويس وغير مصر، قطع غيار وكماليات واكسسوارات السيارات بانواعها من اول العجله التوك توك الفيسبا السوزوكي الربع نقل النص نقل الملاكي الباص الاتوبيس النقل كل ده شغال كويس جدا، مفيش مشكله فيه ان شاء الله، مشاريع كويسه. ماكينه حفر ديكور على الخشب بتاع عندنا هنا استاذ خالد بن الشيخ مهندس هاني، لسه كان لسه قاعد معانا فريق المكتب، هو مهندس اصلا متخصص في ماكينات الطباعه والحفر والليزر والكلام ده كله. بالله عليك استاذ هيثم ادي فكره للبشمهندس عن الماكينه الخاصه بالقماش اللي اتكلمنا عنها. حاضر يا ابو 20، ده انا هخلي مهندس هاني يكلمك مخصوص يا ابو 20، انت عميل انت حبيبي يا ابو 20. وبعدين انت دفعت ديبوزيت ولا احمد يا 20؟ لو ما دفعتش ديبوزيت يا احمد 20 انت مش عارف اعمل فيك ايه. ماكينه الليزر ايه يا حاج هاني؟ ده الموضوع قلب على ماكينات طباعه كلها. انا قلت لك في الاخر هترسل ان انا اللي هبقى في الشركه وانت همشي انا صح؟ انتوا كلكم طالبين مكن طباعه دلوقتي خلاص؟ يعني كله طالب مكن طباعه دلوقتي؟ طب جاوب بقى يا حبيبي. مكن الليزر لتقطيع الخشب والجلود، انت جاوبت قبل كده. انا جاوبت على حضرتك قلت لك انا بس هو محتاج المقاس حضرتك لو هتقطع خشب وجلود في نفس الوقت. عملت انهي قهوه؟ لا تكون عملت بالقهوه فرنساوي. لا البني. المهم لو حضرتك هتقطع خشب وجلود في الحاله دي انت محتاج ماكينه مقاس اللوح عشان تقدر تحط عليها اللوح الخشب بالكامل، ودي هكلمني على الواتساب وهنظبط الاسعار مع حضرتك. طيب احمد 20 ده عميل عندنا في الشركه. ماشي، هو انت حاطط صوره محمد صلاح؟ والله العظيم بص لظبطك مخصوص عشان حاطط صوره محمد صلاح. هيدفعك ديبوزيت ان شاء الله. محمد احمد بيقول لك ماكينه خاصه بالقماش مش عارف ايه. مفيش مشكله يا استاذ احمد، انا اتكلمت عن موضوع الماكينات الخاصه بطباعه القماش، جميع الماكينات متوفره وده اسمها استاذ خالد بن الشيخ. استاذ خالد انا كلمت حضرتك عن المكنه وقلت لحضرتك انا هتابعك، تابعني بس على الواتساب هقول لك الماكينات المتوفره والاسعار ان شاء الله. انتوا مش ناويين تناموني يا جدعان؟ عايز انام والله العظيم، انا تعبت يا جدعان، ده انا يا نهار ابيض ده انا بضرب يعني هنكت خالص. والله انا وشي احمر يا جماعه يعني ايه ده؟ توريد توك توك مطعم متنقل، قطعة واحدة مش هينفع، لو مجموعة أعداد يا أستاذ أحمد أنا هعمل القهوة يا جماعة وأرجع لكم تاني. هات القهوة عشان أنا واقع خالص. أنا عايز كتالوج بأسعار قطع غيار النقل التقيل. لا مفيش حاجة اسمها بأسعار يا ريس يا أستاذ هاني.
استاذ هاني فرج، في حاجه ممكن ابعت لك كتالوج عن القطع الغيار، بس انت بتقول لي بص يا استاذ هاني، قطع غيار السيارات عامه، الملاك، النقل، الكلام ده كله، لابد يتوافر شرط اساسي عند سيادتك الا وهو الاويم نمبر، البارت نمبر بتاع القطع. من غير البارت نمبر مش هتعرف تجي لي اصلا، مش هقول لك تعالى يعني، طبعا شرفني طبعا على راسي، بس يعني مش هعمل معاك حاجه، لازم تجيب لي البارت نمبر. على فكره انا عندي بارت نمبرز الاكبر تجار في مصر موجود عندي، بس هذه امانات لا يمكن اقرب منها على الاطلاق، الحمد لله كل واحد بيحتفظ بالبارت نمبرز، يقول لك ما تديهاش لحد ولا يمكن اعتدي عليها ابدا، الحمد لله يعني، الحمد لله. فلازم حضرتك تجيب البارت نمبر بتاعك، الحمد لله. انا يشهد الله الحمد لله، في واحد من اكبر نقدر نقول عليه رقم واحد في قطع غيار النقل المرسيدس في مصر، شغال معايا الحمد لله على فكره زهاني، يعني بدون ذكر اسماء، الحمد لله يعني شغال معايا، عارف ليه؟ اشتغل مع 300 مكتب قبل كده، بس عارف ليه مستمر مع هيثم؟ عشان الحمد لله الوحيد اللي واثق في هيثم، الحمد لله يعني واثق في هيثم كويس قوي، ان تفاصيله واسراره كلها موجوده في شوف مكتبنا، وهذه امانات الحمد لله نحافظ عليها جيدا يعني. فلازم بارت نمبر يا استاذ هاني. اكسسوار السيارات فيها مشكله؟ مفيش مشكله يا استاذ امين، الاكسسوار والكماليات اسهل حاجه بتخش مصر. خط انتاج الكراس، ما انا ممكن يا استاذ قصر النيل، ما انا قلت لك بقى هنكلمك يا استاذ قصر الحمور، قصر النيل ايه؟ قصر النيل دي صحيح. باشمهندس هاني، كنت بسال على كشاف اللطش الليد الخاص بحمام السباحه اضاءه ابيض. الكشاف اللطش ده يعني لازم نسال يا استاذ هاني الاول على يعني يا جماعه اللي هيستورد لازم يظبط مع مستخلص، اهم حاجه مستخلص 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 مستخلص، هو كلمه السر في عمليه السرديه، خدوا مني المعلومه دي ليكوا كده، كل حاجه وليها كلمه سر، كلمه السر في الاستيراد هو المستخلص الجمركي، ربنا كلموني ارشح لكم، ممكن ارشح لكم ان شاء الله، بنتعامل مع كذا حد كويسين في افاضل يعني، فكلموني واحنا نرشح لكم كذا مستخلص تكلموه، بس لما تكون ناوي تنفذ عشان ما ترهقش الناس، لان لو سالته اكتر من مره وما نفذش بيروح عليك تاني. قطع غيار سيارات صيني كونتينر، طبعا يا استاذ محمود تمام، تكلمني يا استاذ محمود، تكلمنا بس على الخاص على الماسنجر، او ابعت لنا رقم تليفونك، اي ارقام اللي موجوده بتاعت الشباب، طبعا الشباب هنجوا مش وانا اعذرهم طبعا، يعني بنتكلم من الساعه 1 ونص الظهر بتوقيت القاهره. اتنين كونتينر، انا الكفرات دي اللي عندكم في السعوديه اللي هي العجل يعني اطارات. استاذ محمد عبد الله، لو انت جدي في الموضوع يا استاذ محمد، هتدفع لي الاول ديبوزيت 300 دولار قبل اي حاجه، ثم هوصلك بالمستخلص عشان ناخد الاجراءات، لان في حاجه اسمها اي مارك، لازم نشوف مصنع عنده اي مارك ونسجل في الهيئه العامه للرقابه على السيارات والواردات عشان نقدر ندخل الكاوتش، فهيكون حتى الديبوزيت كمان 500 مش 300، لان موضوع الكاوتش ده موضوع مرهق جدا جدا جدا، متعب مش سهل. ماكينات صناعه دبوس التنجيد موجوده طبعا يا استاذ احمد ابو عماره، وده مشروع كويس واحنا عاملينه هنا في الصين بالمناسبه، اللي هو صناعه دبوس التنجيد، لو انت عايز المكن موجود عندي عرض اسعار، ابعت لي يا استاذ احمد ابو عماره بس على الخاص كده، وكلمنا على الخاص عشان نبعت لك عرض السعر جاهز بتاع مكن الدبوس جاهز. ماكينه البنطلون الجينز كام التكلفه يا هندسه؟ ما انت عايز ايه في صناعه البنطلون؟ موضوع كبير، انت عايز القماش نفسه ولا التقطيع ولا الخياطه ولا التفصيل ولا الصبغه ولا يعني، لازم يا استاذ سيد تكون عندك تفاصيل اكتر شويه، هات لي تفاصيل، لو ما عندكش تفاصيل تدفع لي 500 دولار عربون جديه التنفيذ، وانا ببتدي ادرس لك الموضوع وعندي اللي هيعمل لك الموضوع كله ان شاء الله باذن الله، والتركيب والصيانه والمتابعه كمان. بالنسبه لاكسسوار الحريمي والذهب الصيني، الاكسسوار الحريمي كله في مدينه ايوو بعيده هنا يعني، بتركب من عندك من اي دوله عربيه لحد مطار شنغهاي، وبعدين من شنغهاي تاخد قطر 4 ساعات لحد مدينه ايوو، مكتبنا هناك يستلمك يجيب لك كل الاكسسوار الحريمي كله، بس اهم حاجه تكون بتعرف تسوقه وتبيعه كويس قوي. الذهب الصيني موجود في شنزن هنا وفي جوانزو. منورين. بالنسبه لبيبرونات الاطفال والسكتات استاذ محمد او دكتور محمد، طبعا دي موجوده، بس طبعا دي حاجات السكتات والبيبرونات دي هتحتاج تسجيل موافقه وزاره الصحه، فلازم حضرتك تروح وزاره الصحه. ازيك يا محمد اشرف، مخصوص منك نص يوم يا محمد اشرف، هو كده ماشي الحمد لله على السلامه يا استاذ، مخصوص منك نص يوم. بيبرونات الاطفال والسكتات، فلازم تروح الاول يا استاذ محمد او دكتور محمد تامر، بتروح على وزاره الصحه وتعرف الموافقات المطلوبه عشان تجيب البيبرونات والسكتات.
يا ده الاسئله متاخره قوي. ايه ده؟ لو في حد في مكتبكم هنا في القاهره يكون على علم باللي حضرتك بتسال فيه وبتجاوب بسلاسه، عشان اسئله اساله على فول الصويا ومشتقاته، لانه معروض عليا ادخل بفلوس وهم عليهم التسويق مقابل نسبه نتفق عليها. عشان حضرتك يا استاذ ممدوح ابعت لي على الماسنجر واكتب في الرساله لو سمحت لازم اكلم الاستاذ هيثم بشخصه، فعلى طول ان شاء الله هيدوك رقمي تليفوني الصيني وكلمني، عشان يعني قبل ما تدفع فلوس ربنا يكرمك اقول لك الارشادات العامه يعني بدون مقابل، لا مش عايز حاجه يعني، ربنا يحفظك. مدام انا بيصعب عليا اي حد هيطلع فلوس بيصعب عليا ان انا لو عندي معلومه ان انا ما اقولهاش، يعني بتصعب عليا قوي يعني. فان شاء الله باذن الله ممدوح تحت امرك وربنا يحفظك من كل سوء يا رب ان شاء الله. خد الفكره دي قبل ما انسى، انت اعمل دوره الصين باشتراك 100 جنيه واعملها اونلاين، هتجمع ناس كتير والله، وانا اول واحد فيهم معاك وهنستفاد، وبعد كده البث الاسبوعي تعمله 10 جنيه للفرد وسيبك من الاستيراد والتصدير. والله يا استاذ احمد عباس موضوع الاونلاين ده فعلا انا يعني شغال فيه، بس للاسف والله عارف انا هحكي لك قصه يا استاذ احمد عباس في موضوع الاونلاين دوت. والله انا سجلت دوره من الدورات، سجلتها واتسجلت واتعمل لها مونتاج. تخيل واقف على ايه؟ والله تخيل على واقف ان حد من الشباب اللي شغالين في السوشيال ميديا ربنا يهديهم يا رب، ها، يرفع لي الفيديوهات دي على المواقع اللي هي بتاعت الاونلاين. والله تخيل واقف على الموضوع ده والله العظيم، وشباب يعني انا بزعل والله، شباب كويس وشباب نقي وكويس، بس للاسف ما عندهمش الاراده والعزيمه ان هم ياخدوا الشغل بجد، للاسف يعني والله للاسف للاسف، انا زعلان من الموضوع ده والله. ما تيجي لي يا احمد عباس تعالى الصين عشان تدفع 1000 دولار يا حبيبي حبيبي. لو في تمام يا استاذ ممدوح جاوبتك انا. فين القهوه صحصحك؟ في القهوه يا عم هاني، بلاش قهوه عشان تعرف تنام. هو انا صحصح ولا نام؟ مش عارف انا، بس انا مش عارف، بس انا عايز اشرب قهوه لان دماغي ضربت خالص. ممكن ما تجيب شويه ميه هنا احسن؟ انا خلاص لا الميه اهي. انا اسف يا جماعه، احسن انا 5 ساعات بتكلم. دي ايدي اليمين ها، عشان ما حدش يقول ايدي الشمال. الحمد لله الحمد لله، اسف انا اسف يا جماعه انا اسف. ممكن استورد مولدات كهرباء مستعمله؟ ممكن لو كميات يا استاذ بابا فوده ممكن ان شاء الله باذن الله. حبيبي وزاني انت جبت لي الربع بتاع ايه ده؟ انت عملت من القهوه الفرنساوي وانا ما بحبش القهوه الفرنساوي يا عم، من الازاء من البطرمان انت عملت من الكيس الصغير ده قهوه فرنساوي وانا ما بحبش قهوه فرنساوي، ما بعرفش اشربها. تمام كده، ما المهندس هاني وضح لحضرتك. تمام مفيش مشكله ان شاء الله. مصنع لانتاج الكراس تاني برضه يا استاذ قصر الحمور، حرام عليك. جزاك الله خير. ايه افضل اوقات لزياره الصين خلال العام؟ استاذ علاء محمد، كل الاوقات كويسه ما عدا ابعد عن اوقات المعارض، معرض الكانتون فير ابعد عنه اللي هو شهر 4 وشهر 10 الا لو انت عايز تيجي في المعرض، وابعد عن شهر يعني شهر شهر 2 شهر فبراير ده ابعد عنه خالص، غير كده شغال. حاضر يا استاذ ممدوح. استيراد ساعات من الصين، ما انا قلنا استاذ احمد عمر جاوبتك، الساعات محظور استيراد لازم تخش على مصنع او تجيب قطع غيار. اكسسوار الحريمي شغال كويس مفيش مشكله، بس يكون عندك مهارات البيع بتاعته. ايه رايك في تصدير طحينه وحلاوه وايه مواصفات منتج وازاي؟ لو عندك مصنع طحينه وحلاوه انا اجي اصور عندك، بنتفق واعلان مدفوع يعني، اصور لك فيديو وان شاء الله يجي لك عملاء كتير كويسين عليه. حبيبي استاذ هيثم ما شفتكش من مده. حبيبي يا استاذ احمد بسطاويس يا حبيب قلبي، هاني عمل لي خد له وعمل كوبايه لنفسه وجايب لي ربع، شايفين الفنجان؟ بص الفنجان فاضي ازاي، شايفين؟ شوف شوفوا النداله، ادي نداله البشمهندسين، بشمهندسين للاسف. خلاص بقى مضطر. ايه اقرب طريق للنجاح؟ السكه العدله، الخط المستقيم. استاذ مصطفى اقرب طريق للنجاح الخط المستقيم واعداد كويس ودراسه كويسه وبلاننج كويس، ده اقرب طريق للنجاح يا حبيب قلبي. عندكم تجربه سابقه في خطوط انتاج الايس كريم؟ كل مكان الايس كريم موجود يا استاذ ايوب وواصل لعندك لحد مصر كمان مفيش مشكله، موجود وجاهز.
اكسسوارات حيوانات اليفه ممكن استوردها، ممكن طبعا، وعندي هنا اجيبها لك، بس كميات والا يقل الاردن عن كونتينر كامل. كونتينر كونتينر طبعا. قولة كلكم مش مركزين مع القولة، انا زعلان. القولة زعلانه والله، مش عارف، مش هتعرف تبقى اصلا. دي دالي مين؟ ها دي دالي مين؟ ارجوك فدني باقل مبلغ نبدا بيه باستيراد اكسسوار موبايلات وبيعها هنا في الكويت. 15000 دولار فما فوق، 15000 دولار فما فوق. استاذ حسام حسن جاهز بال 300 دولار. عصام، استاذ عصام عزمي، تعالى يا باشا. وتخليص الجمارك على الاستيراد، حضرتك ليك علاقه بيها ولا لا؟ انا بوصل لك لحد مينا المينا المصري، اسكندريه، السخنه، بورسعيد، دمياط، وبرشح لك المستخلص كويس ان انت تتابع معاه كويس جدا ان شاء الله، وبنعمل لك سبورت. لكن مش انا بنفسي اللي بعمل التخليص، انا ما بعملش تخليص بنفسي. مشروع في حدود 500 ل 700 الف جنيه. استاذ عصام عزمي، هات لك بقى شغل دعايه الاعلام بتاع اللي احنا عاملينه دلوقتي ده، كويس جدا، شغل دعايه الاعلام كويس جدا، وشغل دعايه الاعلان، اكسسوار المحمول كويس جدا، اكسسوار النجاره والالومنتال ده كويس جدا يا استاذ عصام. يعني حاجات كتير يا استاذ، يعني كويس، شغلي كويس. ربنا يخليك. مين تاني؟ تمام تمام تمام، منور، ربنا يخليك. استيراد علب نظارات واكسسوارات النظارات السعوديه، شغال يا استاذ سيد كويس جدا. اي علب، هدايا، الكلام ده كله شغال يا استاذ سيد شعبان. تيل الفرامل سواء استيراد او خط انتاج وتصنيع محلي. استاذ محمد، تيل الفرامل بيصنع في مصر، ده مشروع كويس جدا، بس حاول تعمل مكان، هات مكان نظيف يعمل خامه نظيفه، هتمشي كويس جدا. اما استيراده في مشاكل. ايه مشاكل؟ نخش في قطع غيار السيارات، خدوا المعلومه دي يلا. قطع غيار السيارات في خمس حاجات، في خمس انواع، خمس قطع غيار في قطع غيار السيارات ما ينفعش تدخلها كده، لازم تعمل لها شيء ويكون معاها شهاده اسمها اي مارك، شهادة جودة أوروبية، بتجيبها هنا من الصين، لازم يكون المصنع الصيني اللي هتجيب منه عنده شهادة الإي مارك دي لكل تيل فرامل بنوع العربية بالماركة. وتسجل الإي مارك دي الأول في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر. وبعدين والعينة، وتوافق وبعدين تدخلها. إيه الخمس قطع دول بقى؟ إيه الخمس قطع دول؟ رقم واحد تيل الفرامل. رقم اتنين الكشاف الامامي بتاع السياره، مش الخلفي، الامامي. رقم 3 الكاوتش بتاع العربيه. رقم 4 الكلاكس. رقم 5 المرايات، الكشاف الامامي، المرايه، الكلاكس، التيل الفرامل، الكاوتش. خمس حاجات دول، دول لازم يحتاجوا اسمها شهيد، يعني شهادة اي مارك. خد حذرك، عشان كده انا قلت قبل ما تستورد اي حاجة لازم تراجع المستخلص بتاعك كويس جدا 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 جدا. المستخلص هو كلمة السر في العملية الاستيرادية. البورسلين تجاري محظور استيراده، لكن داخل تسجيل مصانع، لكن ممكن لو انت جاي باستخدام شخصي، عندك واحد بيبني عمارة يعمل بطاقة شهادة احتياجات للعمارة وتجيب بورسلين على حسه، اي خدمه. يلا استاذ خالد مجاهد، خط انتاج الكيك ده خط انتاج كبير وموجود، وعندنا خط انتاج بسكوت وحاجه كويسه جدا، وعندنا المصنع الكويس اللي ينفذ الموضوع. شكرا على القهوه يا عم. السيراميك انا جاوبت من شويه، اسف تعبك معايا حبيبي يا استاذ احمد. دي ام تي، بس يعني ايه دي ام تي ده يا استاذ احمد؟ الله يخليك، يعني ايه دي ام تي؟ عشان بس ابقى، مكنة سكرينات الموبايل آلية عملها وتتكلف كام؟ لو مكنة صغيرة أنا ما بشغلش فيها، لو مكن كبير ماشي. المكنة الصغيرة دي هتبقى مصر، خط إنتاج هتصنع السكرينة وكده وكل حاجة ماشي. استيراد اكسسوار موبايل ديدو السادات، احنا عندنا هنا، أنا قلت تاني، مكتبي هنا عنده خمس أقسام رئيسية متخصصين فيهم جدا. رقم واحد الماكينات وخطوط الإنتاج كلها، منها من القلب الخاص بالطباعه والبرنترات والسي ان سي والحفر على والحفر بالليزر والراوتر ماشين والكلام ده كله. رقم 2 قطع غير السيارات واكسسواراتها وكمالياتها متخصصين فيها. رقم 3 اكسسوار المحمول متخصصين فيه جدا جدا جدا.
رقم 4 اكسسوارات النجارة والالمونتال، المجرة والمفصلة والاكرة والسلك الرباط والعجل الكراسي والحاجات دي كلها، ده مجالنا كله ان شاء الله. تحت عندنا شوروم موجودة هنا. حضرتك موجود في الصين لو سمحت، عندي صديق دكتور مكن صناعي عاوز يذهب للصين يشتري معدات مكن او مكن، وهو راجل خبرة عالية في المكن وعايز حد موثوق بيه يكون معاه. تحت امرك طبعا يا استاذ صلاح رضوان، خليه يتواصل معايا، لان حضرتك المشكله مش انه خبره في المكان، المشكله في انه يختار المورد المصنع الكويس اللي هيوفي معاه وهيكون صادق معاه. من شويه كان معانا استاذ احمد رمضان عميل عندي، ويعني عايز اقول لكم جالي وقال لي انا في مصنع هو عايز اشتغل معاه، هيجيب منتج معين بدون دخول في تفاصيل. هو اللي اختار المصنع، ربنا يكرمه الدكتور احمد، هو اللي اختار المصنع. فانا اشتغلت معاه، قلت له مصنع هو مصنع، من ناحيه مصنع فهو مصنع، ولكن الاوردر بقاله قد ايه؟ بقاله 8 شهور، وفي الاخر لسه من اسبوع عاملين ضغط على المورد، اعتذر قال لك لا مش هنفذ. تخيلوا هنبدا من جديد تاني. ليه؟ المورد مش كويس، تعبنا جدا جدا. فهنا اختيار السبلاير، اختيار المورد، آلية التعاقد، ضمان التعاقد، ده أفضل أهم شيء في الموضوع كله. فالموضوع يا جماعة اوعوا تفتكروا الموضوع موضوع إن مكتب بالوساطة وأنت عايز توفر فلوس مكتب أو عمولة مكتب. أنا ما بحبش الشغل بالعمولة أصلاً يعني. خدت بالك؟ أنا كونسلتنت استشاري. استشاري عشان أنا بأمن حضرتك إن أنت ما تخسرش فلوسك. وإن حتى بعد ما تشتري والحاجة توصل بسلام أقول لك إيه اللي المفروض يتم بعد ما البضاعة توصل. لو مكان بالذات وخطوط إنتاج. تعال عماني عشان في جاي لك شغل. ما انا برد عليهم على الواتس. النت فصل، بعتذر اكتر السؤال، بس قول لي حتى تكلفه المكن. والله ما اعرف يا استاذ قصر الهامور، والله انا ما اعرفش. لازم حتى تديني سامحني ادفع لي ديبوزيت عشان اشتغل. انا ما عنديش تكلفه، استحاله يكون عندي كل اسعار خطوط الانتاج بتاعت الدنيا كلها. حضرتك بتطلب $300، انا بقى 500. طبعا 500 يا استاذ قصر الهامور، عشان حضرتك طالب خطوط انتاج مش خط. انت عايز الكراسي والكشكول او الكراس والكشكول، انا اسف يعني. فانت ده موضوع كبير، وبعدين حضرتك ما عندكش تفاصيل فيه. لكن انا باخد $300 من اللي بيقول لي انا عايز مكنه حقن انجكشن 300 طن، والاسطمبه مقاسها كذا ووزنها كذا، واضح عارف هروح اجيب كذا على طول. باخد منه $300 عربون جديه وبيسترد له مع التنفيذ. لكن استاذ قصر الحمور حضرتك عايز خط انتاج كشكول وكراس، بقول لحضرتك تفاصيله ايه؟ مش عند حضرتك ما عندكش تفاصيل. فانا لسه هدرس عشان ادرس المشروع واقول لك ايه انواع وتفاصيل المكن اللي انت محتاجها، وبعدين اشوف اسعاره وعروض اسعاره. الموضوع ده هياخد مني 15 يوم على الاقل شغل. ف 15 يوم شغل في 2 3 موظفين هنا في مكتبي في الصين، صينيين هيشتغلوا فيه. الموضوع هنا المرتب الصيني بيبدا ب $1000، والله العظيم. انتوا عارفين ناس عايشه في الصين عارفه كده. فحضرتك انا اخر كل شهر اقسم بالله بيبقى كابوس بالنسبه لي، كابوس. لو انا مش جاهز ان انا ادفع ايجارات واقامات ومرتبات وضرايب وتامينات هنا في الصين، سلخ والله العظيم، سلخ. وانا يعني انا قلت بكده في البث المباشر، والله ثم والله ثم والله ثالث مره، انا اسف لتكرار الحلفان، لو عاد بي الزمن للوراء انا ما هفتح مكتب بالعموله ولا هفتح مكتب بساطه خالص. فارجو يا استاذ قدروا يا جماعه، والله العظيم يعني كابوس اخر الشهر، مرتبات ومصاريف وايجارات واقامات وسفر سيور تفلون الحراري او الصوف الزجاجي او الفايبر جلاس. استاذ الشركه المصريه للتفلون الحراري، حضرتك لو هتعمل كونتينر كلمني، تواصل معايا تحت امرك، وهتديني $300 ديبوزيت قبل ما ابدا في اي حاجه. وعايز تفاصيل وعينات، ايه المشروع الناجح في مصر ونستورده من الصين؟ يا ريت ترد يا خيثم. اتفرج على البث المباشر اللي قبل ده على طول يا استاذ سيد عبد الكريم، هتلاقي انا قلت كلام كتير وقلت افكار حلوه كتير قوي، اتفرجوا عليه هيعجبكم ان شاء الله. طبعا الدنيا شدت معايا لان انا خلاص يعني سامحوني، وانا الناس هنا عماله تكلمني عن المكان على واتساب. طيب اشتغل بقى. ف ف ف ماشي يا جماعه الخير، سامحوني والله. لا والله ما انا لا لا انا لا لا انا مش متضايق ولا حاجه والله، انا ما بزعلش من حد ولا ابدا، لا 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 حبيب قلبي ربنا يخليك. انا بضحك، بحاول اضحك، بس انا من التعب والاجهاد مش قادر خلاص. انا بتكلم من الساعه 1:30 الظهر بتوقيت القاهره، انت حضرتك متخيلين؟ بقول له الوقت دلوقتي الساعه 12 بالليل هنا في الصين.
فمواتير وبطاريات العجله الكهربائيه فين في الصين؟ والله تحت امرك يا استاذ احمد، انت يعني احنا نشغل لك الموضوع. عشان الموضوع ده انا كنت عايز اتكلم فيه. مواتير وبطاريات العجله الكهربائيه. في موضوع كنت انا عايز اتكلم فيه دلوقتي، احنا عندنا في مصر عامه البنزين غالي، و فانا كنت بصراحه انا جاي المره دي عشان ادرس حاجه، بس بعد ما اخلص الجزء الاولاني ان هو تحويل اي عربيه بتشتغل بالبنزين لسياره كهربائيه. طبعا انا عارفك انت دماغك ذريه ممكن ماشي. تعملها ماشي، فده ينطبق على اي حاجه تعمل بالبنزين. انت تقدر دلوقتي تجيب محرك كهربائي ببطاريه شحن وتحول العربيه من بتشتغل ببنزين او بسولار لان هي تشتغل. وعلى فكره الموضوع ما بقاش زي الاول. تمام تمام، دي فكره برضو، فكره ما شاء الله. فكره كويسه يعني ان شاء الله. طيب في اي، احنا في من فضلك اقل نبدا بيه اكسسوار الموبايلات للكويت. انا قلت $5,000 تقريبا يا باشمهندس حسام، عايز من ايه اكسسوار مواسير ستانلس سيمل ستيل جدول 10 اكسسوار مواسير؟ ده كلمنا استاذ محمد عزيز بتفاصيل على اللي بعتها على الخاص، وانا ارد عليك ان شاء الله باذن الله. مصطفى ايمن، الحمد لله على السلامه يا مصطفى ايمن، لسه فاكر يا راجل، لسه فاكر يا مخصوم منك يومين يا مصطفى ايمن، هو كده. حاضر يا استاذ محمد عزيز، حاضر حاضر مصطفى ايمن، كلم استاذ محمد عزيز يا مصطفى ايمن. انت بتقول ايه احمد العشماوي؟ طب انت مين احمد عشماوي يعني، انت مين؟ اتكلم عن ماكينه التطريز والاوفر، عارفها دي هاني عندك خلفيه؟ لسه حد كان ماكينه التطريز والاوفر. طب اتفضل استاذ هدى لملوم، بس بسرعه بس. بالنسبه لماكينه التطريز والاوفر، ماكينه التطريز لو حضرتك تقصدي التطريز الخيط بتاع القماش اللي بيتحط على القماش، اخد بريك شويه. دي متوفره ان شاء الله، وفي انواع هنا يمكن نزلت مصر وجربت وثبتت جداره. التطريز بالكمبيوتر حضرتك اللي تقصديه، فده متوفر ان شاء الله وموجود كله. الله يكرمك يا استاذه نجوى، ربنا يخليكي. تمام طيب، ابعت الفيديوهات دي وهسوقها لحضرتك، انا شغلي سوشيال ميديا ماركتنج. كلمني يا استاذ احمد عمر، كلمني على الخاص بعد اذنك وان شاء الله نتكلم مع بعض. يا ريت والله، انا عايز حد جدي، عايز حد بتاع سوشيال ميديا، بس حد كده عايز يشتغل بجد ومش عايز لمؤاخذه يقول لي انا اخد منك $10,000 في الشهر عشان يتابع لي صفحه. كلام يعني بصراحه كلام يزعل بصراحه يعني، بصراحه يعني. ليه كده غلط في مهندسين؟ انا ما اقدرش اغلط في المهندسين يا باشمهندس جمال ابدا، انا ما اقدرش يا باشا، ما انا اقدر، ده انت تقتلني يا عم. حبيبي يا باشمهندس جمال، حبيبك ده شيئك، مهندس جمال في السعوديه، حبيبي اخويا الكبير، اخويا وحبيبي. استيراد اكسسوار المحمول يا استاذ ميدو شغال، قلت لك موجود. حبيب قلبي يا استاذ صفوت، يا اهلا يا اهلا يا اهلا. انا تعبت، مش قادر اكمل، مش قادر. اسرح انت كده، ادي المهندسين اهو، ادي عم المهندسين يقول لك انا تعبت وفيصت خالص، فيص مش قادر يكمل اصلا. تمام، عندنا ايه تاني؟ انتوا مش ناويين تروحوا؟ ما تسيبوني اروح بقى يا جدعان، ما تروحوا بقى. عايز استورد لانجري، اللانجري محظور برضو دخوله مصر، يروح بورسعيد منطقه حره بس. عايز استورد نوع لبان او بسكويت او كيك من الصين. اسال مستخلص يا استاذ سيد عبد الكريم الاول، عشان الموضوع الاول في حاجات في المواد الغذائيه محظور استيرادها. الاساس برضو داخل ضمن قرار 43، يا اما تجيب على مصنع مستلزمات انتاج، يا اما تجيب قطع غيار بس يا استاذ تامر علي. اكسسوارات حيوانات اليفه لعب ليهم موجوده يا استاذ احمد التوخي، بس لازم تعمل كونتينر، اقل من كونتينر مش هشتغله للاسف يعني. القماش لازم يجي على مصنع يا استاذ تامر علي، قماش تنجيد نفس الشيء، قطع غيار الدرجات والموتوسيكل موجود يا استاذ شرفنطح المصري. يعني نرحب بالاستاذ شرفنطح المصري اللي هو عايز قطع غيار درجات، موجوده وتحت امرك ان شاء الله، نعمل كونتينر برضه. مصطفى، ادوات صحيه موجود، بس لازم نعرف لان في حاجات في الادوات الصحيه محظور استيرادها وفي حاجات تخش، مفيش مشكله. اختصار للضماطي انت دمياطي ولا ضماطي؟ لو دمياطي يعني بالصلاه على النبي كده هفكر قبل ما اشتغل معاك. بالمناسبه انا كنت في راس البر من كام يوم، ماشي يا استاذ احمد لو انت بقى دمياطي يعني، وفي عندكم مطعم ماشي مشهور قوي اسمه ابو خالد في راس البر، كان واحد صديق يعني عميل محترم اصر يعزمني يومين العيد في راس البر. ورحت مطعم ابو خالد، قال لي، فقالوا لي اشهر مطعم في راس البر ابو خالد بتاع الكباب والكفته. ماشي يا عم، خدت الاولاد صح هاني فاكر، وروحنا عند ابو خالد قفل المصنع
وطلبنا كباب وكفته. حلو الكلام. طالبين كيلو كفته. تخيل كيلو الكفته يجي لي اربع صوابع، اربع او خمس صوابع. قلت له ده مش كيلو كفته، قال لي لا ده كيلو كفته، ده انت في مطعم ابو خالد. والله العظيم يا جماعه بس انا فاجر شويه، رخم شويه. فرحت عامل ايه؟ رحت رافع الطبق على ايدي كده في وسط المطعم. يا جماعه اللي موجودين بعد اذن حضراتكم والستات اللي موجوده خاصه، ده الطبق ده بخبرتكم يا ستات يبقى كيلو لحم لكيلو كيلو كيلو كفته؟ فقالوا استحاله المستحيلات. خدته ونزلت تحت وفعلا ما طلعش كيلو، طلع اصله بالخطا معلش ونسينا وما اعرفش ايه. وصاحب المطعم للاسف بشتكيه منه من سوء يعني سوء الخدمه، فالراجل يعني عادي اصل هم تعبانين. طبعا يعني قلت له المحل بتاعك ده مش هينجح يا ابو خالد، سلام عليكم. فبمناسبه راس البر يعني قفل كده وحر بقى، ما واحد مش مهتم بال السلام عليكم. بخصوص استيراد خام القطيفه الدفايه اللي بيتعمل منه بيجامات البيت الحريمي والبناتي للسوق المصري، اي حاجه منسوجه يا استاذ نايل انان لازم يجي على مصنع، مش هينفع يخش استيراد على بطاقه استيراديه. مصنع اسفنج وكم التكلفه؟ انا ما عنديش خلفيه بيه، لكن اي مصنع كويس، اي ما بس ادرس دراسه جدوى كويسه. اما التكلفه دي حضرتك انت اللي بتعرفها وبتقول انا عايز مكنه كذا ومكنه كذا ومكنه كذا بمواصفاتهم، وانا بجيب لك الاسعار بعد ما تدفع لي ديبوزيت 300 او 500 دولار على حسب حجم الماكينات. اهلا يا استاذ الدباوي. ماكينه الحفر والرسم على الخشب والجلد وخلافه تكلفتها كام يا هندسه بسرعه؟ الليزر انجز يا عم بسرعه يلا. بالنسبه لماكينه الليزر لو حاجه ماس اللوح دي هتخش لها في حوالي 250 الف جنيه. ماكينه الراوتر بتبتدي من 140 الف جنيه حسب المواصفات اللي راكبه عليها. بس لو حضرتك عايز حاجه حفر ورسم على الخشب والجلد انت ممكن تبتدي بليزر بس ما تجيبش راوتر. تمام. استاذ كريم تواصل معنا على الخاص. وباشمهندس هاني يعني المسؤول عن قسم الماكينات هنا والشغل بتاع الـ الـ ان شاء الله هيرد عليك ان شاء الله باذن الله. محتاج ماكينه تقطيع زيتون ومشرم. عندنا موضوع المكن خاص بالزيتون والكلام ده عندنا خلفيه بيه يا استاذ صابر، لان كان عندنا عميل من السعوديه قبل كده خد خط انتاج يعني. اتواصل معاك ازاي يا استاذ صلاح رضوان؟ ابعت لي على الماسنجر، على الماسنجر يعني ابعت لي رساله على الخاص، او بس ان شاء الله احنا نتواصل معاك ان شاء الله باذن الله يعني. نون ووفن بوليستر، نون ووفن بوليستر مش عارف ده هيخش في المنسوجات. لو قماش هيحتاج مصنع لدخوله، لو مش قماش لان انا شايف نون ووفن بوليستر بس مش عارف بقى دي محتاج نسال المستخلص بتاعنا يا استاذ ايمن. ابعت لنا على الخاص بعد اذنك وابعت لنا او الشباب يتواصلوا معاك ونسال المستخلص الجمركي. استيراد خام القطيفه انا جاوبت. وحشنا يا قبطان حبيبي يا حمدينو حبيب قلبي. عايز استورد لانجري، ما انا قلت لك يا استاذ كمال حجازي اللانجري اوديه لك لحد بورسعيد منطقه حره بس، بس وصله لحد بورسعيد منطقه حره لكن ما يخشش وارد نهائي للاسف. حبيبي يا قصر الهامور مفيش اي حاجه يا حبيب قلبي، ده انت اخويا على راسي على راسي يا اخويا بنهزر معاك طبعا. ياسر الزنوني اقل سعر استورد بيه كاميرات مراقبه يفضل مش اقل من 20000 دولار 25000 دولار وانت طالع يعني، لان كاميرات المراقبه غاليه بس شغل بزنس كويس شغال كويس قوي يعني هتمشي كويس لو انت فاهم فيها كويس هتمشي كويس ان شاء الله. عايز تاشيره الصين وعايز حضرتك تساعدني في الصين. استاذ احمد ابعت لنا على الخاص اللي انت محتاج ايه بالظبط وان شاء الله نتواصل معاك ان شاء الله باذن الله. استيراد خلايا الطاقه الشمسيه شغاله كويس يا باشمهندس جمال، طبعا شغاله كويس جدا. السعوديه شغاله وفي مصر شغاله برضو بالمناسبه يعني. ربنا يخليك يا استاذ محمود قرطام حبيبي ربنا يخليك. عندك فكره عن اكتر شيء مناسب للاستيراد من الصين لسوريا وفي شركات تتكفل بكل الامور حاليا مع التخليص؟ من ناحيه الشحن والتخليص انا عندي ما تقلقش يعني عندي مكاتب شحن سوريه اصدقاء سوريين، لكن ايه اللي استورده انت ادرى بالوضع عندك يا اخ حسن حم 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 حمودة؟ اجي اشتغل في الصين اشغل مع الصين واخد 1000 دولار. والله يا ريت يا استاذ مهند كان لو كان ينفع كنت انا اشتغلت انا واخدت ال 1000 دولار ما عنديش مشكله، لكن طبعا ما ينفعش يعني ما فيش شغل للاجانب هنا باشا. هنا الحكومه مديه اولويه للصينيين وبتدي بصعوبه شديده عشان تاخد اقامه عمل، دي استحاله المستحيلات صعبه جدا جدا يعني.
حبيبي يا استاذ محمد الغمري، ربنا يخليك. انت تواصلت معانا واختفيت كده، مش فاكر انت فين، انت طمنا عليك. خط انتاج ايس كريم تونل 6000 وحده في الساعه في حدود، يعني كلمنا استاذ ايوب، ايوب وموجود ان شاء الله. طب ما الكهرباء غاليه ايضا، انت قصدك في مصر يعني ولا قصدك ايه؟ لا هو يقصد على حضرتك، تقصد على تحويل اي حاجه تشتغل بالكهرباء؟ لا لا، بطاريات، بطاريات شحن. بطاريات شحن، وهي ما بتبقاش محتاجه كهرباء بكميه كبيره. برضو بيقول لك فعلا بيتكلموا على ربطه. ردا عليك يعني. الاجهزه الرياضيه لنادي رياض الى السعوديه موجوده يا استاذ احمد حميده عندنا. فكرني بالزياره اللي احنا خدناها رايحين دي، في الزياره اللي احنا رايحين هنلفه دي، في مصنع بتاع ادوات رياضيه عايزين نروح. انت نمت اصلا ان شاء الله. موجود يا استاذ احمد عندنا مصنع قوي جدا في الاجهزه الرياضيه، ابعت لنا بس التفاصيل. ادوات صحيه موجوده، الارقام كلها، الناس هيتواصلوا معاكم في مصر ان شاء الله. كنت بتخانق مع دي داتا، مش مشكله. ايه تاني؟ طيب ايه تاني؟ هو ربنا يخلينا نحاول نخلص. عايز اسال عن مكنه ايس كريم ساندي زي الموجوده في ماكدونالدز. استاذ محمد عادل كلمنا على الخاص وموجوده ان شاء الله باذن الله. طب لو ما عنديش شركه استيراد اقدر اشحن واستلم بره المينا؟ ممكن، برشح لك حد عنده بطاقه استيراديه، حد ثقه كويس يكون عنده بطاقه استيراديه وبتشتغل معاه ان شاء الله باذن الله، تتفق معاه وتشتغل معاه. ضواغط الهواء وقطع غيارها لو براندات عالميه، هل في مشكله؟ هو لو براندات عالميه، لو من الصين، ضواغط الهواء الكمبرسورز، هو الكمبرسورز لو من الصين وفي براند متسجل فحضرتك هتبقى محتاج انك تعمل براند باسمك، تمام؟ لو من بره الصين ويوز، فمحتاج ان احنا نعرف الامكانيات اللي حضرتك عايزها عشان نقدر نشوفها. انا وشي احمر قوي صح ولا ايه؟ انا فيصت خالص صح، انا مش عارف. طيب اكسسوار اساس مكتبي استاذ يوسف مصطفى موجوده؟ طبعا موجود الاساس المكتبي، اكسسواراته كلها شغالين فيها وعندنا خبره فيها كويسه جدا 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 ان شاء الله. موجود تحت امرك، عندنا الاكسسوارات الاساس، وعندنا اكسسوارات النجاره، وعندنا اكسسوارات الالومنتال موجوده. ده شوروم بتاعتي انا يا جماعه الخير، بتاعتي هنا، عملت شوروم الحمد لله في المجره والمفصله بكل انواعها. نعم، متندهش على تاني. طيب ماشي. طنطاوي. طيب لا، طلع احمد ضماطي، ما طلعش من دمياط، طلع طنطاوي. عارف محمد تامر اللي انت بتكلمه؟ محمد تامر ده صاحبنا والله العظيم. يا راجل طيب، والله سعدت عليا، روح اتعشى واستريح حبيبي يا استاذ قصر العمور. لو ما عنديش شركه شحن اقدر استلم بره المينا؟ ينفع يا استاذ عمرو، ما تقلقش. استاذ هيثم الله يخليك، شوف لي شغل ميكانيكي. حاضر يا استاذه نجوى، مفيش مشكله. حد عايز يعني حاجه تاني تحت امرك؟ انا مع يعني ايه تاني؟ لو ما عنديش شركه استيراد طبعا ينفع. لو ما عندي خلاص والله العظيم ينفع ينفع ينفع. اكسسوارات اساس مكتبي موجود، مكتبي موجود طبعا، عندنا اكسسوارات كلها موجوده. خط انتاج مصنع اكياس من رينج 30، من 20 ل 30 الف دولار يا استاذ محمود مود باغا. لو ما عنديش والله العظيم ينفع يا عمرو علام، لو ما عندكش بطاقه استيراديه والله العظيم ينفع عليا حبيبي حبيبي. اجي اشتغل؟ لا ما في، ما تجيش شغل، ما حد، اوعى حد يجي الصين شغل، ماشي؟ اوعى حد يجي الصين عشان يشتغل، ما فيش شغل هنا. موجود رخصه مصنع بخصوص الخام، محتاج اعرف الاسعار ان امكن. لا كلمينا يا استاذ نايل انان، كلمنا بقى ما دام عندك رخصه مصنع، كلمنا رئيس، كلمنا ونظبط لك. انت عندك مصنع تدخل اي حاجه والناس تدخل عليك كمان وتاخد عموله منهم، وصلاه على النبي. اللي يعمل مصنع في مصر اليومين دول هيكسب، يا اما يصنع ويكسب، يا اما يستورد لساب الغير وشغاله الدنيا بيس، شغال كويس. برضو عمرو علام، ربنا يسامحك يا عمرو علام، ربنا يسامحك يا عمرو علام، حاطط البوست بكرره 30 مره. خط انتاج تصنيع الاكياس يا باشا، قلت لك يا استاذ محمود من 20 ل 30 الف دولار. برضو عمرو علام، يا لهوي. طب اعمل فيه يا جماعه؟ اعمل فيه ايه؟ الى الاستاذ عمرو علام الكائن بدين النحاس، لا تكتب البوست اكتر من مره فالبوست فيه سم قاتل. نعمل كوبي ويقعد يعمل بيست بيست بيست. انا بهزر معاكم طبعا، يعني بضحك معاكم شويه عشان برضو والله اعملوا له بلوك يا جماعه، ولا امسكوه اعملوا فيه اي حاجه. اقل مبلغ للاستيراد اكسسوار الموبايل، ولو طلبت حاويه ممكن يكون مبلغ كام؟ استاذ ميدو طبعا لو عملت حاويه اكسسوار تبقى كده، تبقى انت راجل برنس، برنس البرنسات، بس تبقى غاليه الحاويه، ممكن تخش لها فوق ال 60 70 الف دولار. لكن اقل مبلغ نقول 15 20 الف دولار وانت طالع، 15 20 الف دولار وانت طالع، ماشي؟ ميزه اكسسوار المحمول، في ميزه يعني استيراد اكسسوار المحمول طبعا ده بيزنس كويس، يعني ده اللي بيسموه اللي هو يا هاني سلعه استراتيجيه، سلعه استهلاكيه سريعه الدوران.
تجيب الشحنه من هنا توصل تتباع تعمل الثانيه. دوره راس المال سريعه وشغال. وليه؟ لان احنا شعب مستهلك، شعوب مستهلكه جدا جدا. فالموضوع ده شغال كويس يا استاذ ميدو السادات، واحنا عندنا قسم متخصص هنا في شركتنا. ما تنسوش تتابعوا قناتي على اليوتيوب هيثم ان شاينا، هيثم في الصين، وتخشوا وتعملوا شير للفيديوهات الموجوده في القناه، وتخشوا على صفحتي على الفيس. بما انكم بقى ايه، انتوا استهلكتوني وتعبتوني تعب ما حدش تعبوا لي قبل كده، ماشي. انا دلوقتي كده بقى لي 6 ساعات قاعد معاكم، وتخشوا على صفحتي على الفيس وتعملوا شير للفيديوهات اللي موجوده على صفحتي على الفيس، ماشي. يا اما مش هكمل معاكم تاني ومش هرد عليكم. هو كده بقى. بس لو ما عملتوش كده الجمعه الجايه مش هعمل. اه وبس. وبعدين احنا عندنا يوم الثلاث انا رايح البشان ثاني جوله 4 5 6 مدن كده، هركب 6 7 طيارات هنا في الصين عشان نلف على جوله كبيره في المصانع الخاصه بمكن الطباعه، عشان بنعمل يعني ناس طالبه مننا شغل، ماشي. فيعني لو كده خليكم جاهزين، لان انا ممكن بدايه من يوم الثلاث في اي وقت بتوقيت الصين، خدوا بالكم، يعني بدايه مثلا من الساعه 9 طب 8 او 9 الصبح بتوقيت القاهره، هتلاقوني بعمل بس مباشر من المصانع دي. فتركزوا وتابعوني كويس قوي، انا قلت لكم اهو. ماشي ماشي ماشي. الاجهزه الرياضيه موجوده، هنروح برضو احتمال نروح مصنع كبير في الاجهزه الرياضيه. ممكن استيراد للغير، لو انا اللي عامل الشغل ممكن اجيب لك بطاقه استيراديه، لكن لو انا مش اللي عامل شغل في الصين ما بساعدش في حاجه زي كده خالص، لان انا ما اعرفش انت جايب ايه، يعني ما تقدير طبعا ليك يا استاذ مصطفى طبعا. يعني برضه الاستاذ عمرو علام مكرر البوست تقريبا 45 مره، اللي يشوفه لو شفتوه في الحرب اقتلوه. انا جعان يا جماعه وحد يبعت لنا اكل. اه جعانين احنا، جعانين ما اتغديناش احنا. اكلنا كده حاجه عند تودومي فان. انت اكلت ايه عند علي صيني؟ تودومي فان. انا اكلت اللي هي البتاع الغريبه دي، باكل بالكويزه الصيني يعني، وكلت اكل صيني النهارده. انا اتغديت غدا صيني، حرام عليكم، اتغديت غدا صيني. مفيش فراخ، كانوا جايبين بالمناسبه جايبين 4 كيلو لحمه مفرومه. اه اللحمه قضاها في المطار يا جماعه. تعالى عشان انت نفسك تقول الحته دي. اللحمه قضاها، كنا جايبين واحنا جايبين لحمه مفرومه، خدوها في المطار، خدوا ال 4 كيلو لحمه المفرومه، ربنا يديهم منهم في مطار جوانزو دول هنا والله. صح، خدوا منك ايه؟ خدوا مننا اللحمه وادوني بيهم ايثار، بس مش هينفع تاخدها تاني. خدوا مننا اللحمه المفرومه في المطار، والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في مطار جوانزو. يلا بقى والله قاعدين احنا متبهدلين متبهدلين والله. برضو تاني بص، عمرو علام مكرر البوست كام مره؟ ربنا يسامحك يا عمرو علام، ربنا يسامحك. تقريبا انت لما بتقوله كده هو بيكرر كتير. اكسسوار اساس مكتبي موجود، بعت لحضرتك على الخاص بخصوص استيراد قطع غيار سيارات صيني، استلام من المصنع الى المخازن. لا انا ما عنديش استلام مخازن يا استاذ عمرو عبده، ما بسلمش مخزن. انا اسلمك في مينا السخنه او مينا اسكندريه او مينا بورسعيد تحت امرك، وبرشح لك مستخلص كويس يخلص لك الشغل. لكن انا ما بخلصش، ما بوصلش لحد الدور تو دور، لا انا عندي بس اللي بعمل لك الدنيا كلها هنا في الصين، وامن لك التعاقد واستلام وتحميل وكل حاجه لحد ما توصل مينا مصر. بس المينا المصري اه والله ما الناس مش عايزين يسكتوا. طب ما تسكتوا بقى عشان اروح بقى يا جدعان. تمام، بكم ماكينه التقطيع للزيتون والمشرم تسليم القاهره حتى الباب؟ يا جماعه يا استاذ صابر انا ما بوصلش لحد الباب. انتوا عايزين تريحوا نفسكم، عارف انا شاطرين والله، انتوا مستوردين شاطرين، بس انا اشطر منكم. مش هوصل لحد الباب، انا بوصل لحد مينا السخنه بس او مينا الاسكندريه. اكسسوارات حمام السباحه ومواتير وفلاتر وكشافات ومكانس عاديه اوتوماتيك وقطع غيار. حبيب قلبي يا استاذ ميسي تديني 500 دولار زي الشاطر، ديبوزيت عينيا اشتغل لك في كل اللي انت قلته. قبل ال 500 دولار مش هرد عليك، انت حبيبي طبعا هرد عليك لو انت بتسلم عليا يعني. ماكينه تقطيع لحمه مجمده. لحمه مجمده دي حاجه صغيره صح؟ لا لا لا، دي حاجه زي منشار كبير. اه وهو بيقطع اللحم، بس هو محتاج كم قطعه؟ محتاج كم مكنه يا استاذ محمد ابراهيم في ماكينه تقطيع لحمه مجمده؟ ممكن نجيبها لك ان شاء الله. طبعا انا بهزر معاك يا عمرو يا علام، انا بهزر معاك وهتزعل، انا بهزر، انا قلت لك اهو قدام الناس. ضغط الهواء عادي، الاستاذ اللي كان بيسال الاستاذ احمد رمضان. اه سلع استثماريه ملهاش مراكز توزيع، تيجي من اي مكان حتى لو براند عالمي. لا يا استاذ اسمعني يا استاذ احمد رمضان، في يا استاذ احمد، لو براند عالمي يا فندم وليه توكيل في مصر مش هتعرف تدخله. لا الا لو يوزد، الا لو يوزد، لكن لو ليه وكيل، لو ملوش وكيل مفيش مشكله، دخل اي حاجه مفيش مشكله خالص يا استاذ احمد رمضان، تحت امرك، احنا جاهزين، بس انا في كميه قد ايه؟ ماكينة تنظيف بخاخات السيارات وكمبيوتر كشف اعطال وبرمجة السيارات.
لو الاوردر فوق ال 30000 دولار يا استاذ رجب انا هشتغل فيه تحت امرك، اقل من 30000 دولار مش هقدر اشتغل فيه، هاته من مصر. ممكن اعرف تكلفه مصنع بنطلون الجينز وكمان الغزل الجينز؟ شكرا استاذ جمال عبيد. انا عندي اللي يعمل لك دراسه الجدوى بتاعت المصنع وكل حاجه، بس يعني تكون جاهز باستثمارات فلوس. عندي اللي هيعمل لك دراسه الجدوى والاستشاري ومكن المكن والماده الخام والتركيب والصيانه، بس هتحط لي 500 دولار ديبوزيت؟ لا مش 500، انت هتحط لي 1000 دولار تحت الحساب، لان الموضوع هيخش فيه طرف تاني معايا، فعشان يجهز لك الدنيا كلها، لان الموضوع كبير مش موضوع صغير. خامات التغليف الاو بي بي يا هاني، خامات التغليف الاو بي بي طارق البنداري، ابعت لنا تفاصيل يا استاذ هاني عنها. استاذ طارق ابعت لنا تفاصيل. لو عاوز كساره، عايز كساره ايه يا استاذ مصطفى الاول؟ اديني لو كساره بلاستيك متوفره دي يعني كويسه. ابعت لي يا استاذ مصطفى عابدين عن موضوع الكساره تفاصيل. عايز حاويه بلاستيك تكلفني كام يا استاذ محمد؟ حكايه تديني تفاصيل انهي بلاستيك اللي انت عايزه، وخامات البلاستيك ما بتجيش من الصين، خامات البلاستيك من السعوديه او من مصر؟ ماشي، ربنا يخليك يا استاذ محمد داوود، ربنا يحفظك. ما راح اعمل شير ولا لايك لان انتوا اللي عايزين تطلعون من المشاهدات فلوس. والله ده سؤال، لا لا انا عايز احمد، استاذ احمد الخير. انا متعود جدا جدا على الصراحه، وانا واضح لدرجه لا تتخيلها يا استاذ احمد الخير لو انت موجود. استاذ احمد الخير تعال نحسبها بقى، بما انك انت بتحسبها خد وهات، تعال نحسبها خد وهات يا استاذ احمد. انا اسف لو انا هنفعل يا جماعه، بس سامحوني شويه لان حرام بعد 6 ساعات قاعد عمال ادي الناس معلومات، والمعلومات دي بشهاده كل الناس ان محدش بيدي المعلومه اللي انا بقولها، فيجي واحد عشان انا بقول لكم انتوا المتابعين بتوعي واصدقائي وحبايبي وبنضحك مع بعض وبنحب بعض، لما اقول لكم، لما اقول لك او اقول لبعض الاصدقاء، مش لحضرتك يا استاذ احمد الخير، مش لحضرتك، وحضرتك مش محتاج ان انت تكتب تقول ما راح اعمل شير، انا يعني ما محتاج منك لا شير ولا لايك ولا محتاج منك حاجه، ربنا يحفظك ويوفقك. لكن انت قاعد بقالك 6 ساعات عمال تاخد مني معلومات، المعلومات دي بتتاخد في دورات بالافات الدولارات، ولما بقول مثلا بهزر مع الناس اقول لك اعمل شير للبث بتاعي، تقول لي انت عايز تاخد لايكات وفلوس؟ لايكات وفلوس ايه يا استاذ احمد اللي هاخدها منك؟ ربنا يحفظك. لا يا حبيبي انا ما محتاج لايكات ولا محتاج فلوس الحمد لله، فربنا يحفظك وربنا يجزيك خير يا سيدي. بس انا حبيت اوقف وقفه ان يعني ليس هكذا تورد الابل يا اخ احمد الخير. انت لو انت حسبتها خد وهات انت هتخسر معايا كتير قوي 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 قوي، وانا اعلى منك واكسب منك بكتير قوي، لان كل معلومات اتقالت في البث ده اللي بقاله ساعتين والبث اللي فات اللي قعد 2.5 ساعة، المعلومات دي تمنها الافات الدولارات يا استاذ احمد الخير. الناس بيتنصب عليها بصراحه، تمنها الافات الدولارات يا استاذ احمد الخير، مش تمنها ان انت تعمل لي لايك وشير وما اعرفش ايه. يعني انا مش من عادتي ان انا انفعل ولا ان انا اقف على حاجه معينه، لكن يا جماعه الامور ما بتحسبش كده، عمرها ما بتتاخد خد وهات. لو بنحسبها بالقطمير والقنطير يعني انا يعني هتطلع انت خسران جامد قوي قوي يا استاذ احمد الخير. ومشكورا، سامحني بعد اذن حضرتك مش هقول لك انا اعمل لك بلوك، ولو سمحت ما تخشش عندي تاني ولا ما اعرفش يقول الكلام ده، ولكن راجع حسبتك تاني يا اخ احمد الخير، ربنا يجزيك خير وعلى راسي يا سيدي، وانا احترم كلامك ووجهه نظرك واتقبله بصدر رحب حبيبي يا استاذ احمد. ولا ايه رايكم يا جماعه؟ رايكم مهمه، يعني اتمنى اسمع رايكم في الموضوع ده بعد اذنكم، يعني اذا بما اني احنا قاعدين سهران سهرايا سهرين مع بعض، يعني عايز اعرف رايكم في التعليق بتاع الاستاذ احمد الخير اللي بيقول لك ما راح اعمل لك لايك ولا شير عشان انت بتبغي من هذا يعني فلوس وما اعرفش ايه والكلام ده، من اللايك والشير تخيل. استاذ ربيعه يا قبطان الساعه بقت 12 في الصين واحده والله دلوقتي في كوريا، انا متابع مع حضرتك البث، افتكرني بقى على ما نتقابل في الصين حبيبي يا استاذ ربيعه صح ولا ايه؟ استاذ ربيعه ربنا يكرمك على راسي يا اخويا وتنورني، ويا ريت تتواصل معايا على الويت شات بعد، طبعا انت اكيد عارف الويت شات. لو سمحت كنت عايز قطع غيار سيارات موجوده يا استاذ عمرو فتحي، احنا متخصصين في قطع غيار السيارات والكماليات والاكسسوارات كلها ان شاء الله. الكساره موجوده يا استاذ مصطفى، محتاجين تفاصيل ان شاء الله. شويه ملوخيه عجب مع حته لحمه محمره، حرام عليك يا قصر الحمور يا اخي راعي،
راعي يا اخي، راعي ان انا اخري هروح افتح علبه تونه. ماشي يا قصر، 500 دولار ما هقل مليم في الديبوزيت بسبب الكلمتين بتوع الحته اللحم المحمره دي. مستر هيثم برجاء بعد اللايف بعت لحضرتك على الخاص الصبح ان شاء الله يا استاذ اسلام، طبعا ان شاء الله. للتواصل تاني. على فكره انا برد على كل الاسئله، ما بكسفش وما بخبيش سؤال على فكره، اي حاجه ليها حتى يعني هتشوفه دلوقتي. كونتينر صاج مقاس 0.3. استاذ حسن احمد كلمني على الخاص بعد اذنك وتجهز 300 دولار ديبوزيت. حمامات سباحه يا استاذ هيثم، اكسسوارات حمامات سباحه، انا جاوبت يا استاذ ميسي والله. اكسسوارات وحمامات والحاجات دي موجوده بعد ما تدفع ال 500 دولار عشان انت طالب حاجات كتير قوي يا ميسي. يا باشا بلاستيك منزلي تجهيز العرائس موجود يا استاذ محمد، حكايه بس يكون تعمل كونتينر وتحت امرك يا حبيب قلبي. بالتوفيق. هو صاج المظلات والهناجر موجود يا حبيبنا الصاج، بس عايزين يكون كميات ويكون في تفاصيل. ستيل بي بي جي اي، استاذ محمد ابعت لي تفاصيل البي بي جي اي دي على الخاص بعد اذنك، تفاصيل محتاج تفاصيل بعد اذنك، ربنا يخليك. هل ممكن استورد فلاتر او قطع غيار ال سي ال على مينا بورسعيد؟ مهم جدا يكون مباشر على بورسعيد، ما يكونش هيروح اسكندريه ويروح بورسعيد. اوعى اوعى حد يشحن ال سي ال من الصين او من اي بلد على بورسعيد وتكون الكونتينر هيروح اسكندريه الاول، وده غالبا 90% من الشغل الشحن الجزء اللي بيروح بورسعيد بيجي على اسكندريه الاول وبعدين يتنقل. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، انا بقوله ونبهه على نبهه والله. ربنا يخليك يا استاذ حسن. انا عن نفسي سجلت كثير من المعلومات في دفتر وسوف اقوم بدراستها. حبيبي يا استاذ عباس، ربنا يا رب ينفع يا رب بي، يا رب يجعلني سبب يا رب للناس. والله 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 يا جماعه انا اقسمت والله، اللي بيخليني اتعب ويعني واجتهد ان انا اي معلومه انا بعرفها بقولها. انا شفت ناس كتير ضاع شقه عمرها وناس اتنصب عليها، يعني بزعل لما يكون في فلوس. نعمل لك شير و1000 شير وسنبقى. حبيبي يا استاذ ايوب ربنا يخليك، على راسي على راسي يا اخويا، ربنا يخليك على راسي. طيب استاذ ماجد فتحي بيقول برضو، بس انت ما بتخدمش حد، انا كلمتك كذا مره خاص وحلقت برضو. انا ممكن الناس اللي ترد عليك يا استاذ ماجد، بص يا استاذ ماجد ممكن انت تبعت لي فعلا انا ما اشوفش الرساله، ده حقيقي، لكن انا لا يمكن اكون شفت رساله وما ردتش ابدا ابدا والله، يشهد الله. انا بيكلمني ناس والله، يعني عيب ان انا اتكلم في حاجات خاصه، بيكلمني طلبه والله، بيكلمني طلبه. لسه النهارده مكلمني طالب قال لي انا جاي ادرس هنا في جامعه شنزن او حاجه زي كده، فاستاذ هيثم اعمل ايه؟ قلت له يا ابن الحلال الدراسه كويسه وتعالى شوف الاول البلد كويس، وشنزن فيها منطقه جاليه مسلمه وجاليه عربيه ما تقلقش، وفي اكل حلال ما تقلقش. وقعدت رديت عليه 3 رسائل صوتيه، وده طالب. كلمني دكتور وممكن يكون بيشوفني دلوقتي، دكتور جاله منحه بيدرس ما شاء الله هنا في مركه في جامعه صيني هنا، الدكتور طبعا اول مره ماش حاجه من الصين، والله قال لي انا عايز مش بالتليفون بقى، لا قال لي انا عايز اجي لك مكتبك معلش في القاهره. جه الدكتور وقعد معايا، قعدنا 3 ساعات والله ما يزيد، 2 ساعتين، واستفدت فيه. قال لي طب اسكن فين؟ طب اقعد فين؟ طب اجيب ازاي؟ طب التكلفه ايه؟ طب 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 طب, طب. وانا ما اتاخرت وما كسلت، وكمان قلت له، قال لي طب انا عايز حد، كنت انا في مصر، قال لي عايز حد لو احتجت حاجه، اديته محمد انور اللي شغال معايا في المكتب بتليفونه، قلت له احتجت اي حاجه كلم محمد انور، ويا محمد انور لو الدكتور كلمك لو احتاج مساعده كلمه. فانا يا استاذ ماجد لو حاجه يعني سقطت مني تسامحني، لكن انا لا بحلق لحد ولا بطنش حد، وربنا يعفو عن تقصيري، وانا بعتذر لك يا استاذ ماجد لو انا قصرت في حقك. نكمل. ربنا يخليكم، بس انت تمام، وكمان عاملها لي كوبي وبيست يا استاذ ماجد. حبيبي يا سيدي مفيش مشكله ولا يهمك. والله يا استاذ وليد، حبيبي يا استاذ وليد، ربنا يكرمك يا وليد يا شعبان، ربنا يبارك لك يا وليد. جروب وليد شعبان معانا يا جماعه. يا وليد اتكلم تاني على الجروب، عشان في ناس بتبقى عايزه يعني معاها مثلا استثمار وعايزه ناس خبره، وفي ناس خبره وعايزه ناس معاها تمويل. فجروب وليد شعبان من الجروبات اللي بتجمع الناس دي. فانت يا وليد مع اللينك اكتب برضو يعني ايه اهداف الجروب عشان الناس تستفيد، وربنا يكرمكم. جروب اسمه مشروعك، مش جروبي والله خالص، ده الاستاذ وليد شعبان بس حد فاضل، انا ما لم التقي وليد شعبان،
لكن من متابعتي ليه يعني هو حد مصري ما شاء الله مكافح وعامل الجروب ما شاء الله بيجمع الناس اللي هي عايزه تعمل مشاريع ويستفيدوا من خبرات بعض. ربنا يوفق الجميع يا رب. التواصل استاذ عمرو فتحي، احنا هنتواصل معاك ان شاء الله. استاذ قصر الحمور، والله يا كبير لو اللايك والشير يسد جمايلك في المعلومات اللي بناخدها ببلاش منك يبقى نفضل 10 سنين. لا والله يا اخويا استاذ قصر الحمور، بس اسمك ايه؟ قصر الحمور، عايز نسيت الاسم مش حافظ الاسم، بس غير الاسم كده حبيب على راسي يا اخويا على راسي. انت ما بتخدمش حد، انا كلمتك 1000 مره تاني برضه. استاذ ماجد ربنا يجزيه خير يا استاذ ماجد، مكرر البوست الكومنت 3-4 مرات تقريبا، لسه ممكن يكون في تاني. جوارب الشرابات برضو محظور استيرادها تخلى تسجيل مصانع، فلازم اما تجيبها خامه وصنع شراب في مصر او اما على بورسعيد منطقه حره. حبيبي استاذ محمد عارف، حبيبي اخويا كبير يعني عايش في قطر، جاي لك قريب يا احلى قبطان. استاذ ابراهيم سليم حبيبي، استاذ خليل خيوط، الخيوط شغاله ما فيش مشكله وعندنا يعني بعض الموردين في الخيوط لان اشتغلنا فيها قبل كده. حبيبي استاذ محمد سالم ربنا يبارك لك، استاذ احمد الانو كراشي حبيبي، استاذ جمال عبيد، لعب الاطفال وشغل مكتبات، شغل مكتبات ما فيش مشكله، لعب الاطفال ما داخله ضمن قرار 43 يعني لازم تجيب على حد مسجل، ولو كلمتني ممكن ادلك على حد مسجل وتجيب منه يجيب لك على اسمه ان شاء الله باذن الله يا استاذ محمد حسن، ربنا يكرمك تحت امرك. استاذ محمد حكايه، بس انا في السوق حلو بس مش عندي فكره عن الاستيراد. ما تقلقش احنا هنامن لك موضوع الاستيراد يا استاذ محمد حكايه. من ضمن الخدمات اللي المكتب هنا بيقدمها في الصين ان احنا بنرشدك وبنقول لك تعمل ايه عشان بضاعتك ما تقفش وتخش سليمه ان شاء الله. ما تقلقش يا حبيبي ان شاء الله باذن الله مش هنسيبك يعني. اكسسوار جوالات كلفني كام يا استاذ ابو سيف النحاس؟ يعني من 15-20 ألف دولار وانت طالع ان شاء الله يعني عشان تجيب اكسسوار جوال وتكسب كويس. انا لما اتشرف بالتعامل معك يا استاذ هيثم ولا اعرفك غير على الفيسبوك، لكن واضح ان حضرتك شخصيه مؤدبه وراقيه جدا. على راسي يا استاذ محمد مصباح، ده من طيب اصلك ومن رقي كلامك ومن رقي اسلوبك، ويعني شرف ليا يعني صداقه حضرتك يا استاذ محمد مصباح حامد. السلام عليكم استاذ هيثم، محتاج حاويه اكواب شاي ورقيه 8 اونز بيد واصل ميناء جده ضروري. استاذ شباكي ده انا، ابعت لي على الماسنجر بعد اذنك وابعت لي رقم الواتساب بتاعك عشان نقدر ناخد خطوه سريعه في الموضوع. استاذ شباكي انا باخد ديبوزيت 300 دولار قبل ما ببدا في اي شيء، مصاريف تشغيل مبدئيه وعربون جديه ويسترد لحضرتك مع التنفيذ. انا ماجد فتحي بعتذر كفايه ردك عليا، انت انسان محترم وسامع. لا يا استاذ ماجد يا والله سبحان الله يا استاذ ماجد، والله انا اللي بعتذر لك تاني، انت حقك علينا نرد عليك. بص يا استاذ ماجد بصرف النظر، ولا مش هطول في الموضوع يا جماعه، بصرف النظر عن الشغل، ان حد يبعت لي يعني هو قدرني، عدم ردي عليه حتى لو سؤال خارج البيزنس ده معناها عدم احترام. وانا ابويا عبد المعطي طلحه ما ربانيش على كده، وامي ما ربطنيش على كده، ربوني على ان انا احترم الغير ايا ما اكون. وانا بعلم ولادي ورب ولادي زي ما والدي ووالدتي علموني وربوني. فلا يا استاذ ماجد انا اللي بعتذر لك اخويا، وعلى راسي على راسي على راسي وسامحني والله. بص يا استاذ ماجد ويا جماعه الخير اللي بيبعت لي على الواتساب، سامحوني والله في مشكله بتحصل على الواتساب. ايه هي؟ ان حضراتكم بتبعتوا رسائل مهمه، بيجي بعض الاصدقاء ربنا يعني ربنا ييسر لهم حالهم يا رب ويهديهم يا رب، عارف اللي هو بيروح عامل برودكاست ويحطك ضمن القايمه، كل شويه يبعتوا ايات واحاديث وتهاني وصور وفيديوهات معرفش مين حادثه ايه والارض وقعت والديك الديك اللي بيكتب اسماء الله الحسنى واللي بيكتب الله اكبر والقطه اللي بتصلي فطبعا للاسف البوستات دي كتير قوي، فبتضطر تنزل الرسائل المهمه زي بتاعه الاستاذ ماجد فتحي تنزلها تحت، فانا بتسهى عني والله سامحني. وانا برجو أصدقائي الأعزاء والمتابعين الكرام، رجاءً عشان خاطري، محدش يبعت لي أي رسايل خارجة عن إطار الشغل خالص، لا رياضة ولا رياضية ولا دينية ولا سياسية ولا فنية ولا أي حاجة خالص. مش عشان حاجة، ما أنا برضو أكيد ليا اهتماماتي، بس الموبايل بيضرب من كتر الرسايل بيتملي المساحة بتاعته بتتملي، الرسايل المهمة زي بتاعت أستاذ ماجد بتضيع. فرجاء ما حدش يبعت لي رسائل تهاني ولا الحاجات دي كلها، وما اوعى حد يحطني في المجموعات بتاعه البرودكاست ربنا يكرمكم، لان سامحوني وانا بقول لكم على الهوا
لما بلاقي حد بيبعت رسائل كتير انا اسف انا بعتذر انا بعمل بلوك للرسائل لصاحب الرساله. فربنا يكرمكم. واتساب ليه؟ انت عايز تبعت رسائل تهنئه ولا ايه؟ لا ابص راسك، ما حدش يبعت لي حاجه الا في اطار الشغل، لان انا الموبايل بتاعي انا عامله للشغل. فيعني حق اولادي وبيتي عليا ان انا اركز في شغلي، وحقكم عليا ان انا اركز في شغلي بس. طيب حبيبي يا استاذ ماجد فتحي على راسي، عندي مصنع مسجل جوارب واحذيه، ارغب في التعاون مع المستوردين الجديدين. استاذ خالد محمد اهو، مين اللي كان لسه بيسال على شرابات؟ اللي كان بيسال على شرابات يا جماعه الخير، كان حد يسال على شرابات؟ مين مين كان بيسال على شرابات؟ شرابات ايوه استاذ خالد محمد، استاذ خالد محمد كان بيسال على الـ الشرابات. في اخونا اهو استاذ، انا اسف، ما هو استاذ خالد محمد عنده مصنع، اللي عايز يجيب شرابات يا جماعه يتعاون مع استاذ خالد محمد. بس انا لا اعرف حضرتك ولا اعرف استاذ خالد ولا اعرف اي حد، انا بوصل الناس ببعضها. امنوا نفسكم في كل التعاقدات يا ايها امنوا تعاقداتكم، امنوا التعاقدات بتاعتكم كويس قوي. انا اسف بس بيقطع شويه، حضرتك مطنشني ليه؟ انا كتبت البوست اكتر من مره. استاذ وليد محمد شوقي نجم، والله ما شفت التعليق، ممكن بس يكون متاخر شويه سامحني، والله ما شفته لسه. موتوسيكل اصدار شغال، انا ما اعرفش الموتوسيكلات الكامله ما بتخشش خالص يا جماعه، ماشي لازم قطع غير. بس استاذ هيثم بعد اذنك، لو لودر 50 كاتر بيلر متوافق بيانات تكسره. استاذ مصطفى عابدين ابعت لي التفاصيل ونتكلم على الخاص ان شاء الله. كرما يا قبطان عايز خط انتاج فرن الي او مصنع اكياس. استاذ محمود باغا، والله يكفي، شوف رقي الكلمات بتاعتك بتحرجني، بس طبعا برضه هدفعك ديبوزيت برضه. ربنا يحفظك يا حبيبي. اقول اعملوا شير ولا ما اقولش على راي الاستاذ احمد اللي زعل ولا يقول لك انا باخد فلوس من ورا الشير؟ لا والله بالتاكيد انا عايز صوتي يوصل لاكبر عدد من الناس، انا ما بتحرجش. طبعا مين مش عايز صوته يوصل لاكبر عدد من الناس؟ انا نفسي صوتي يكبر يوصل لاكبر عدد من الناس بالتاكيد. وزي ما انا بفيدكم بمعلومات انتوا تفيدوني برضو لما اقول لكم اعملوا شير ولايك، اعملوا لي شير ولايك بمنتهى احنا قاعدين بنتكلم في البيزنس على فكره، مش قاعدين انا لست واعظا ولا امام مسجد، وان كنت يعني بصلي امام برضو عادي وبخطب الجمعه، يعني ايه المشكله؟ الاو بي بي افلام للعبوات المرنه والاكياس المطبوعه. استاذ طارق البنداري، الباشمهندس هاني ان شاء الله هيرد على حضرتك ان شاء الله في هذا الامر ان شاء الله. استاذنك بس ابعت لنا موبايلك على الماسنجر بعد اذنك. استاذ نادر توتا، والله انت محترم، انا كنت واقع في مشكله الحاويه اللي اتاخر عليا ورق في مكتب الصين، وطلبت من حضرتك افادتي ووجهتني بدون سابق معرفه، وتشرفت بيك في الايفنت بتاع القاهره، فعلا انسان والله يا استاذ نادر، والله انا ما فاكر الموقف، اقسم بالله العظيم انا ما فاكر المكالمه حتى، بس والله واحد في زنقه، انا لا يمكن اتخلى عن حد محتاج، وسبحان الله يعني النهارده انا بساعد حد، بكره الله اعلم انا هحتاج مساعدتكم، كما تدين تدان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما شئت كما تدين تدان، وان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، يعني ربنا يا رب يجعلنا كذلك يا رب، كلنا نخدم بعض، يعني ما يعني والله يا جماعه الخير، والله العظيم الفلوس زايله، والله العظيم زايله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكروه كويس قوي، انظر لمن هو دونك ولا تنظر لمن هو فوقك، ولما تنظر لمن هو دونك اقل منك، والله كم ستعلم فضل الله عليك عظيم قد ايه، والله العظيم انا في نعم عظيمه جدا. عارفين النعم دي ايه كبيره كلها؟ ان انا قاعد وانا بكلمكم بقي سليم الحمد لله، عينيا سليمه، ايديا سليمه بحركها، صوابعي بحركها، الحمد لله ربنا خلقني بوجه الحمد لله مقبول، اي نعم مش وسيم قوي يعني وكده وبتاع وصلاعيت يعني، بس الحمد لله. فجماعه الخير احنا في نعم عظيمه قوي 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 قوي، تفضل تقول قوي لحد بكره، ولئن شكرتم لازيدنكم، ربنا يجعلنا منهم يا رب. استاذ هيثم بعد اذنك، تمام اللودر انا جاوبته خلاص، عايزين رقم الواتساب بتاع حضرتك. اما انا هتاخر في الردود لو انتوا كلكم كلمتوني، انا بس انا موزع عشان التيم بتاعي نقدر نستوعب ردود حضراتكم يعني، لكن انا ما عنديش مشكله على فكره، ما حد بيطلب رقمي ولا يمكن اقول لا. وبالتالي يا استاذ محمد عبد العظيم عثمان، رقم الواتساب بتاعي 0086 185 29 46 13 01.
دي ان شاء الله موجوده يعني، وهتلاقي لو سالت اي حد تصف عندي في المكتب هيجاوبك يعني ان شاء الله عليه. انا حاضر والله يا استاذ مصطفى عبدين، هنتواصل معاك. انا عايش بامريكا في امكانيه عمل شغل من والى اي بلد. اه طبعا يا استاذ ايمن ابو ليلى، انت عندك شغل 100 100 وعندك حاجات 100 100، ممكن تاخد حاجات من مصر كويس جدا على فكره. مصر بتصدر ملابس كبيره كتير جدا 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 لامريكا. ايه يا حبيبي؟ ومين؟ مش مشكله برضو ايمن يا استاذ باشمهندس هاني بيقول لك ابعت لنا رقمك على الواتساب او على الخاص عشان ممكن نحتاج منك حاجات من امريكا ان شاء الله. ايه تاني؟ ربنا يكرمكم. امانه انت انسان محترم وقاعد الوقت ده كله بتفيد الناس، ربنا يخليك يا استاذ ربيع، الله يحفظك ويعفو عنا يا رب. يا ريت تركز ترشيح اهم المكان لانتاج منتجات مناسبه لمصر حاليا، وتكون حضرتك متاكد من جوده المصدر. استاذ سامح انت احضر راجع اتفرج على البث الاولاني يا استاذ سامح، هتلاقي انا قلت كل حاجه. اتكلمنا يعني نص الفيديو الاول بث الاولاني كان على، انا قلت في مشاريع ايه المشاريع اللي شغاله كويس من وجهه نظري سواء الصناعيه او التجاريه. اتكلمنا عن المكن وخطوط الانتاج الخاص بيه، الطباعه والبرينتنج ماشين، دي كلها قسم متخصصين جدا جدا فيه. هنسافر يوم الثلاث جوله هنا في الصين، مش هنا دي يعني في الصين، يعني هنسافر مثلا نركب 5 6 7 طيارات كده لخمس ست مدن في الصين عشان نجيب لكم افضل خطوط الانتاج والماكينات في البرينتنج والطباعه واليو في والسي ان سي والليزر والراوتر ماشين، كل ده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ربنا يكرمك استاذ احمد سمير، سمير على راسي يا اخويا، ربنا يخليك. هل في شحن جزء يعني شحن باليت اكسسوار محمول؟ بص يا اخويا يا احمد يا محمود، انا عندي طبعا خدمه شحن جزئي اصلا بعملها من الصين للسخنه، احنا شركتنا الحمد لله الوحيده اللي عامله شحن جزئي امن 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 من الصين للسخنه، عندنا مخزن في السخنه. ايضا الاكسسوار المحمول يا حبيب قلبي، عشان برضو المعلومه ليك، اكسسوار المحمول ما بيتشحنش شحن جزئي كده، لا بيتشحن دور تو دور، دي حاجه خاصه باكسسوار المحمول فقط يتميز بها اكسسوار المحمول. فاللي بيحصل ايه يا حبيبنا، انت بتيجي بننزلك السوق او انت بتنزل على حسب ما انت عايز وبتخلص، لاما احنا بننزل معاك عشان نعمل لك الشغل ونشحنه لك دور تدور لحد القاهره على طول ان شاء الله. استاذ عاطف بعد اذن حضرتك تتكلم عن تسجيل اصناف ادوات التجميل وهل يمكن نستوردها بطريقه سليمه؟ طيب استاذ عاطف مذكور، اخر حاجه دي يا رب تكون اخر حاجه، لو في استفسار بسرعه بسرعه عشان انا خلاص بفيص. بصوا يا جماعه الخير، مستحضرات التجميل وادوات التجميل فيها شقين، مشكلتين في استيرادها. ايه المشكلتين؟ في مشكله اولا انها حاجه تخص الصحه، صح؟ ادوات التجميل دي تخص البشره الجلد، فاي حاجه تمس الجلد لازم ترجع لوزارة الصحة على طول، تاخد موافقة من وزارة الصحة، يبقى لازم الأول تروح وزارة الصحة وتجيب المنتجات والبنود اللي أنت عايز تسأل عليها وتجيبها وتستوردها، وتقول لوزارة الصحة يا وزارة الصحة قولي لي إيه الموافقات اللي أنتوا طالبينها عشان أستورد الأدوات التجميل ومستحضرات التجميل بطريقة سليمة، يبقى الأول تشوف موافقات وزارة الصحة. لسه في حاجة تاني؟ الحاجة التانية إن مستحضرات التجميل غير بقى ان في القواعد الاستيراد بتاعت الجمارك داخله في قانون تحت بند قانون اسمه قانون 43 لوزير التجاره سنه 2016، اللي بيقول ان في 25 ايتم منهم تاني بسرعه اولهم على راسهم مستحضرات التجميل والملابس، كل انواع الملابس بلا استثناء والقماش والاحذيه بانواعها الرياضي والعادي والاساس المكتبي والاساس المنزلي والادوات المنزليه والاجهزه المنزليه وبعض حاجات الاضاءه ولعب الاطفال وبعض المواد الغذائيه والساعات، كل دول داخلين يقول لك ايه ما ينفعش تستورد، لازم تجيب للمورد وتسجله في الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات في معروف في رمسيس، وتستنى تاخد رقم وتستنى موافقه وزير التجاره اللي مش هيوافق لك، وبعدين بعد كده ان شاء الله ايه تستورد. فاذا الموضوع فيه مشاكل يا استاذ اللي بيسال عن مستحضرات التجميل اللي اسمه رحمه قدامي طبعا دلوقتي. يا هاني ورق حائط 3D موجود، مكن ده ما عايز مكنه ورق حائط 3D موجوده موجوده يا ابو محمد، ابعت لنا على الماسنجر واكتب لنا الواتساب بتاعك عشان الباشمهندس هاني يكلمك ان شاء الله.
عايز استورد خراطيم هيدروليك ومكابس هيدروليك بس مش عارف ابدا منين. استاذ محمد الجلاد لو الاوردر فوق ال $30,000 كلمنا واحنا نظبط معاك الموضوع كله ان شاء الله باذن الله. ازاي استورد اجهزه وادوات منزليه؟ الاجهزه والادوات المنزليه لو لمصر فيها مشاكل ويعني ما رشحش الفتره الحاليه. بعت ليك على الماسنجر استاذ محمد فوزي بكره بقى يا استاذ محمد فوزي ان شاء الله. يعني افهم ان الجوارب غير مسموح باستيرادها؟ اه طبعا ما تستوردش على بطاقه استيراديه، لكن تجيب الخامه وتصنعها في مصر من الاخر. هل عندك دور تو دور للسعوديه الرياض كماليات وادوات نظافه؟ لا انا ما بشتغلش دور تو دور، اصلا ما بشتغلوش. انا ممكن اشتغله تحت يعني ممكن اشتغل دور تو دور للسعوديه كماليات او ادوات نظافه بس ليا شروط. فكلمني يا استاذ علي سامي على الخاص وانا اقول لك شروطي ايه. لو حضرتك قابلتها مفيش مشكله اشتغل ان شاء الله. صناعه الاكواب الورقيه، ايه رايك في هذا المشروع؟ انا قلت قبل كده كذا مره يا استاذ سامح مشروع ناجح جدا، مشروع كويس جدا، بس انت تجيب منه مكانتين ثلاثه. المكنه بتبدا من 15-20,000 دولار وانت طالع على حسب الطاقه الانتاجيه، وممكن ده ممكن يمشي كده يعني ودي يشتغل من غير ما تعمل مصنع والكلام ده، ممكن يشتغل ان شاء الله تحت البيت والكلام ده، شغل كويس قوي ان شاء الله، مشروع كويس قوي. انا خلصت دلوقتي كده خلاص، اوعوا تسالوا اسئله ثانيه كفايه ابص راسكم، ما حدش يسال ثاني. طبعا اتكلمنا على اكسسوارات النجاره والالومنتال، دي شوروم عندي هنا في جوانجو بتاعتي، اللي عايز اي حاجه من الشغل ده والاوكر والهاند الايد بتاعت الادراج ده شغلي. عندنا مصنع هنا بتاع اكسسوارات بتاع المجره، عندنا طبعا شغل اتكلمنا فيه الشغل بتاع مكن الطباعه الاندور والاوت دور والسي ان سي والليزر والراوتر، اتكلمنا عن خدمة ال LCL اللي مينا السخنة اللي احنا بنعملها، اتكلمنا عندنا قسم خاص باكسسوار المحمول، عندنا قسم خاص بقطع غير اكسسوارات السيارات، كل ده موجود ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ احمد محمود، ربنا ينفع بينا يا رب، يا رب يا رب ينفع بينا ويتقبل منا يا رب سعينا ويتقبل منا جهدنا يا رب ان شاء الله، وينفع بينا وبيكوا يا رب، ويحفظكوا ويحفظ فلوسكوا ويحفظ مالكوا ويحفظ اولادكوا يا رب ان شاء الله من كل سوء. حاضر يا استاذ وليد، والله يا استاذ وليد انا مش شايف السؤال يا استاذ وليد، انا فين سؤالك يا استاذ وليد؟ والله بس لا اله الا الله، انا بحاول اجيبه يا استاذ وليد سؤالك، انا بدور عليه هو والله، انا مش لاقي سؤال حضرتك يا استاذ وليد، اكتبه لي ثاني يا استاذ وليد بعد اذنك، مش همشي الا لما تكتب لي السؤال بتاعك. ما شاء ربنا لك مهما الواحد حبيبي يا استاذ احمد ربنا يخليك. كيف استورد ملابس من الصين؟ الملابس بتوصل منطقه حره فقط، الشنط مفيش مشكله بس لازم يكون في كونتينر. ما هو ضمان عند شراء من تاجر؟ انا بضمن لك الشغل يا استاذ حاتم، ما انت جاي لي مكتب بسيط، انا بضمن لك المورد. انا استاذ وليد ابعت لي السؤال بتاعك تاني. والله مش لاقيه، والله يا استاذ وليد ما لاقيه، ايه رايك؟ طب اتفضل بدل ما بنضحك يعني. استاذ هيثم نعم، احنا عندنا ميعاد الساعه 9 الصبح. اه والله العظيم ده عندنا ميعاد مع مصنع بكره. والله استاذ حاتم طالع، انا رديت عليك. استاذ وليد اكتب لي السؤال يا استاذ، عايز امشي، انت مذنبني والله، والله انت مذنبني يا استاذ وليد، اكتب لي السؤال تاني. انا قاعد اهو، ها فين السؤال؟ انا قاعد اهو مستني استاذ وليد عشان ما يزعلش، لان انا ما احبش حد يزعل مني ابدا، ولو انا قصرت في حاجه سامحوني يا جماعه، ويعني جل من لا يسهو يعني. استاذ وليد انا مستني سؤالك، عايز امشي ومستني سؤالك. ما تنسوش تعملوا شير للبس بعد ما تخرجوا، اعملوا شير للبس، ممكن ممكن ممكن، وتخشوا على قناتي على اليوتيوب، القناه بتاعتي الحمد لله فيها اكتر من 550 فيديو، هتفضلوا تتفرجوا عليهم مش هتزهقوا ومش هتخلصوا. على فكره كل ده انا بشهدكم، انا قاعد مستني سؤال الاستاذ وليد، لان انا مش لاقي السؤال بتاعه خالص. يعني ما اعرفش اعمل ايه يا استاذ وليد بقى، انت لطعني ومتعمد ذلك، شكلك كده عايز تذنبني، فانا هضطر استاذن يا استاذ وليد وابعت لي السؤال على الخاص. اقل مبلغ ابدا فيه استورد ملابس من الصين، الملابس يعني ممكن يعني ممكن 20,000 دولار بتاع، بس ملابس هتيجي على بورسعيد منطقه حره، هسلمها لك في بورسعيد منطقه حره بس، ما بدخلش وارد نهائي، ويعني فلازم الموضوع ملابس فيه مشكله كبيره يا استاذ حاتم. استاذ طب استاذ وليد ما ردش عليا، 30,000 دولار خراطيم هيدروليك، لازم 30,000 ده عشان الاوردر يجيب همه معاك يا محمد يا جلاد. لو جبت اوردر صغير مش هتكسب فيه. ليه؟ لان في حاجه اسمها مصاريف ثابته على الشحن، اللي هي مصاريف التصدير ومصاريف الاستيراد والجمارك والتقليص والمعرفش ايه والتوثيقات والكلام ده كله. يعني اهو انتوا معايا اهو، يعني اهو انتوا معايا ان الاستاذ وليد مش صح؟ مش يعني حتى
كل ده عشان يقول لك عايز شحن جزء في الاخر. يا استاذ وليد انا بتاع الشحن الجزئي. يا استاذ وليد انا شركتي بتعمل شحن جزئي. حاضر يا استاذ وليد. كورونه كهرباء والله العظيم اول مره اشوفها. ايه رايك بقى؟ حاضر. كلمني ابعت لي على الخاص يا استاذ وليد وبعتني رقم الواتساب بتاعك والناس هتوعدك ان شاء الله يا السبت يا الحد بالكتير ان شاء الله نتواصل معاك ان شاء الله باذن الله سواء الشحن الجزئي او سواء كورونه الكهرباء اللي انت بتسال عليها ان شاء الله باذن الله. خلاص يا استاذ وليد عتقتني او ممشي توكل على الله. ما تنسوش كل جمعه ميعادنا. كل جمعه ميعادنا الساعه 1:30 ظهرا بتوقيت القاهره على البث المباشر الاسبوعي مع هيثم في الصين من هنا من مدينه جوانجو. كل جمعه الساعه 1:30 بتوقيت القاهره الساعه 2:30 بتوقيت السعوديه. يوم الثلاث والاربع والخميس انا عامل جوله في المصانع بخصوص الماكينات بتاعه البرينتنج والطباعه والكلام ده كله. تابعونا عشان ممكن اتلاقيني بتلاقوني بعمل بث مباشر من المصنع. اعملوا متابعه وسي فيرست او مشاهده او اولا للصفحه الاكونت بتاعي. سامحوني لو انا مش هعرف اعمل اضافات لان العدد مكتمل 5000. خشوا على قناتي على اليوتيوب قناه هيثم في الصين او هيثم ان شاينا. اتفرجوا على الفيديوهات اعملوا شير ليها. يعني كده. ايوه طبعا لما انا ما اطلبش مساعده منكم اطلبها من مين؟ طبعا انا بقولها اكسسوارات النجاره تعالى يا استاذ ابو توفيق ده شغلي حبيبي انا عامل شروم بتاعتي اهو اكسسوارات النجاره. المجره دي احنا اللي مصنعينها. يعني المجره دي كده اللي هي اللي قدامك دي اللي انت شايفها بالكاميرا يا استاذ ابو توفيق المجره دي احنا مبروك الاستاذ وليد سال. المجره دي اللي انت شايفها دي من مصانعنا في الصين من مصانعنا بتاعتنا في الصين والمفصلات نفس الشيء واليد لو عايز كميات ان شاء الله باذن الله موجوده والعجل بتاع المكاتب والترابيزات كده البث هيقطع خدوا بالكم. السلام عليكم. بس هيقطع لان كده حد اتصل هيقطع الاتصال. اشوفكم على